السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مع حصتكم حصة بعد التسعين البلاد تي في كالعادة مع مختلف الأركان ومع الحضور بالنسبة للمحللين وكذلك الشباب اللي موجودين معنا بعد دخولهم في بالنسبة للدراسة والجامعة اللي راهي استقبلتهم هذا الأسبوع وإحنا كذلك نستقبلوهم في استوديو بالنسبة لقناة البلاد. في البداية كالعادة مع الركن الأول وهو 1 2 3 فوت. وان تو تري فوت الرابطة الأولى الجولة 25 رضا فيه أشياء أو فيه شيء جديد بالنسبة للجولة قبل ما تهضروا اليوم أنا اللي نهضر قبل هكذا تفضل نقول ربما الشيء اللي يميز هو النتيجة اللي سجلتها شبيبة القبائل وكذلك تجننت وخاصة كذلك النتيجة اللي سجلتها مولودية الجزائر نتيجة عريضة 5-1 فهذا يخلينا نقول انه اذا كان سمحتوا لي نقول انه البطوله بالمقارنه او الجولات هذه بالمقارنه مع المواسم اللي مروا مش عارف لي تكنيسيان درك محمد خزروني والجماعه بارابور للشيء اللي فات كنا تطرقنا ليه وقلنا باللي راهي في تسير في ظروف جد حسنه من حيث الحضور اول نتاع الجمهور من حيث لونجاجمون فيزيك من حيث يعني ما شفناش يعني اللقاءات كما كنا نتكلموا كثير ونقولوا فيه ترتيب بين الفرق المهم شيء ممتاز وهنا نفتخر به هكذا محمد انت كتقني كاين البدايه وي مراد هذه السنه الشامبيون ما كانش شامبيون اليوم ما كانش لان مولي العاصمه ثلاث نقاط المرتبه الاولى بصح ما كانش شامبيون نزيدو نشوفوا موراه مولوديه وهران لو كانت تفوز على شباب الوزداد تولي ا دو بوان يعني شغل الفوق او دو طابلو ماهيش واضحه 8 راهي مقسومه 8 هكذا والتحت كذلك يعني نجم مخلاف بليده يعني اللي اليوم انتهى حسم الامر ديالها بليده او يشوفك يا خزروني واش عاد هو بكري يحبني ويشوفني كاين لوجيك كاين لوجيك ولا تحت قعدت يعني راهي من شباب الوزداد وهبط لي لو كان واحد يخسر زوج مقابلات متابعين يولي كونداني هذا هو اللي خلاه ما كانش يعني اللي كنا نشوفوه بكري الناس تشوف مقابلات بارده مقابلات الدعايه تمشي امام الفرق بين مثلا نقولوا شباب قسنطينه وصاحب المرتبه الثانيه اللي هو مولود الجزائر اللي اليوم ولا لا ثلاث نقاط لو كان كما قال لك الحاج يربحوا السيار مولود وهران تربح مع شباب الوزداد تولي الى نقطتين تسمى هذا الفارق الصغير هذا يخلي التنافس علاش؟ لانه بقات خمس جولات يعني انه بقات 15 نقطه كامله من في السقوط باستثناء ربما ويسمح لنا محمد اتحاد بليده اللي وضع احنا السمانه اللي فاتت قلنا وضع قدم ونص دوكا وضع قدمين في المقابلات تعرف شحال تولي عنده فهمت الحاج لو كان يربح كل المباريات يولي عنده 34 نقطه نظن خلاص كل مباريات يعني خمسه اللي يعني شيء مستحيل ولكن اكثر تفاصيل نشوف التقرير هذا لعادل ياسف ثم نعود للنقاش. الجولة 25 من المحترف الأول عرفت ندية كبيرة بين أندية تطمح الوصول للقب وأخرى تصارع من أجل ملازمة كبار الفرق. الرائد شباب قسنطينة وفي خرجته المحفوفة بالمخاطر إلى باتنا لم يعرف كيف يؤمن نفسه وسقط أمام شبيبة الصورة وبهدف دون رد أضاع بها ثلاث نقاط ثمينة من أجل الابتعاد أكثر في صدارة الترتيب العام للبطولة. مولودية الجزائر تدارك تعثره الأخير في البطولة أمام شبيبة القبائل حينما أمطر شباك نادي بارادو بخمسة أهداف لهدف تداول على تسجيلها محمد سويبع وليد رارجا في مرتين صوفيان بن دبكة وأبو صفيان بالغ ليقتنص العميد بهذا الفوز ثلاث نقاط ثمينة أضافها لرصيده وضيق بها الخناق أكثر على الرائد. نصر حسين داي واتحاد الحراش فضل أن يخرج بنقطة التعادل الإيجابي من ملعب 20 أوت واقتسم نقطة واحدة قد لا تكون كفيلة لأبناء عبد العزيز عباس للبقاء ضمن حظيرة الكبار في حين ارتقت النصرية للمركز الرابع مؤقتاً.
وفاق سطيف عادت تجر أذيال الهزيمة من تيزي وزو ونازمت أمام شبيبة القبائل وبهدف نظيف وقعوا إلياس بن يوسف في الدقيقة 77. وفي مؤخرة الترتيب واصل دفاع تجنان سلسلة نتائجه الإيجابية بقيادة حماد الدو وتغلب على اتحاد بالعباس بهدف نظيف أنعش بها حظوظه أكثر قصد ملازمة كوكبة الكبار، في حين لا غالب ولا مغلوب في مباراة صاحبي المرتبتين الأخيرتين اتحاد البليدة واتحاد بسكرة. في انتظار ما ستطلعون عنه مباراة مولودية وهران أمام شباب الوزداد وكذا مباراة اتحاد العاصمة أمام أولمبي المدية. كان هذا إذن تقرير لعادل ياسف. كما لاحظتم الشيء ربما الاستفادة هو خاصة لشبيبة القبائل وتجنت كذلك هم اللي استفادوا، ونظن شوف الرابح الأكبر هو شبيبة القبائل والخاسر الأكبر اتحاد حراش بالتعادل تاعو 1-1 مع نصر حسين وشباب قسنطينة حبيت نقول لك الحاج. شوف بالنسبة لشبيبة القبائل فوركو احنا في البلاطو إلا راكو شافين كاين بزاف اللي كانوا يقول لك شبيبه راح تهبط وعلاش تهبط؟ بيان سور تهبط اذا كان ما خدموش يهبطوا. كانت راح تهبط. كنا نقولوا بلي راح تهبط. كانت راح تهبط. درك اليوم الفو ريكوناتر يعني لا موبيليزاسيون دي زونسيان جوار دو لا بريز دو كونسيونس يعني تاع الرئيس ليجا ولونترينور وسمو مزيد مزيد. خليني نكمل لك. دونك انا نظن لا موبيليزاسيون اعطات قوه لجي اس كاي فوروك. برافو جي اس كاي سيبري. برافو جي اس كاي بوركوا باسكو دون ان كادر ديسيبليني دون ان كادر اورغانيزاسيونال اللي عرفوا باش يلحقوا نول بلوتو تاهلوا لكاس الجمهوريه دور نصف نهائي مع البليده، التعادل في بسكرة، فازوا على مولود الجزائر هو فريق حاليا هو مولود الجزائر وفازوا كذلك على سطيف. ممكن مع مولود الجزائر كانت شويه نوع من الفوضى، كانت لا مان كورون تهضرنا عليها تجاوزات بعض الخرى، ولكن مع سطيف لا كانت الامور ديسيبليني يكون عندهم اوامر، لان ما عندنا في ملعب 20 اوت محافظ اللقاء يعني. شوف يا هو راح يشوف شو كنا في تيزي وزود دانا 20 اوت هذه راح تفهم يا اخو. وهذا كنا مع جي اس كاد على النهد معليش وهذا هو من نوبك جي اس كاد هو تابع نفس الدائره هذا هذا ثاني من حسين دايا تما ما تمنوش بزاف يعني. لا الشيء اللي لاحظته ان محافظ اللقاء البارحه قلت البارحه كان زقال لي شيرشور دو بال كامل ودالهم يعني وعاهم مده 5 دقائق ما هي المهام تاعكم في الميدان، ويعني كانت صرامه. هذا اللي كنت نحكي لك من الاول، كاين دي فوا يتساهلوا ولكن غير يوقع خطا انه يعاودوا يدخلوا كاع ومصالح الامن دائما ومن بعد تشدد على كاع الناس. البروبليم تاع جياس كان المولوديه والصرا سي با شيرشور دو بال، هذاك ماشي شيرشور دو بال، هذاك سي تان ستادي نورمالمون في القانون الجديد محافظ اللقاء ما يعطيش الامر للحكم المباراه انه يبدا المقابله ما دام كاين اشخاص غرباء في محيط الملعب. نعيطوا له مان كورون بس هم اعتبروه شيرشور دو بال باسكو ممنوع يدخل ستادي. يعني ما يعتبرش شيرشور دو بال، اللي راه ماسور دو بال وحدهم واللي ستادي وحدهم، ولكن الا في البطوله الجزائريه اللي عندنا اليوم هذا المشكل تاع الناس تقعد مور لي بوا تاع لي زيكيب ادفيرس يخي هكذا. فيما يخص المقابله تاع جي اس كا اللي لعبتها ضد مولوديه العاصمه كان فيه نجم قلوب نوعا من الفوضى، بصح اليوم شفنا بالمقابله تاع وفاق سطيف شفنا باللي شبيبه القبائل كانت اخذت هذا الشيء بعين الاعتبار خويا مراد ودارته بطريقه احنا نقولوا احترافيه. هذا هو الاشياء اللي ازيد زيد المقابله فيه نتكلموا على المقابله هي مقابله كبيره، لانه علاه اليوم هذا الشيء اللي شفناه ان شبيبه القبائل فازت على اتحاد بليده في ملعب 5 جويلية في كاس الجمهوريه، عاودت ربحت المقابله ضد مولوديه العاصمه كانت مقابله صعيبه. علاش هذا الفريق نقول له يعطيك الصحه اليوم؟ لانه كاع الناس تلايمت على هذا الفريق، سافو دير كو سوا جمهور اللي عاودوا روبرونا افورس، المسؤولين اللي عاودوا ولاو لي زونسيان جوار اللي عاودوا، حتى انه نتكلموا على المدرب بوزيدي اللي عطى اللمسه تاعو ونقولوا له برافو ويعطيه الصحه. محمد حبيت نسقسيك. تفضل بيان سور برافو. كي تشوفوا حاجه مليحه صفقوا هكذا. يا احنا اليوم انا نقولوا جي اس كا راهم في مستوى وقدموا شيء ايجابي. لا سليم حبيت نسقسي برك محمد، اللاعبين هذو وكانه كنا نشوفوا جي اس كا
جي اس كا ودرك رانا نشوفوا جي اس كا حاجه اخرى بي ولا شوف مراد هي 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 في هي هي في الفرق كاع اللاعبين هما كاع سوفال سادير عندهم المستوى واحد ولكن من هو اللي يعطيه هذه لاغرينتا؟ من هو الذي يحرص على هذو اللاعبين باش يكون يديرهم في مكانهم باش يعطي لهم لا ريكوبيراس باسكو احنا اللاعبين توانا في الجزائر سامحوني اللاعب المحلي المشكل تاعو ماهوش عن ما اني با بروفيسيونيل بالك بروفيسيونيل في الجيب تاعو في دراهمو فوالا ياف كيفاش ينيغوسي الكونترا بصح بار كونت لا سويت كيفاش يتيليزي روحو كيفاش يدرب كيفاش يريكوبيري سي تري امبورطون اليوم عرف كيفاش يديرهم عرف كيفاش يواسيهم الشيخ بوزيدي وعمل لهم هذيك لا غرينطا اللي حنا شعب حنا الجمهور ولا الرياضيين يحبوا هذيك القوه والشجاعه اللي راهم اليوم شفناها وي سليم سليم وي مي هذا لا سيتياسيون اللي راهي فيها لا جي اس كا سي لا سانكيام اني دافي لي مراد هما يبقاو نسبا بارك الله فيك فيك بركه دوبي 5 اون هما يبقاو 10 ماتشات هي تلحق الازمه اللي اوجي ذروتها وهي تنوض تفيق الجي اس كا ماشي كيف كيف سليم مراد لي ماتش اللي فاتوا تاع العوام اللي فات ما يشبهوش اللي ماي الماتش تاع كيما هذا الاخر هذا كان دائما حاصل انا سونتي لونغاجمون فيزيك هذاك مراد المشكل اللي صرا مع المولوديه لو كان يهضر عليها رضا قبيل هذاك لي كار نتاع لو ستادي اي صرات مراد عملول والله والعملول مات يبوصي الا تشفاو ولا ما تشفاوش اشاك فوا اون كومي لي ريبارابل لا تيجي وزو يا برين دي لا بريز دو كونسيونس هذه هي الازمه اللي دو الهمه حنا دركا مازالت اليوم جي اس كا حتى تبقى 10 ماتشات هما يقولوا هي طاحت وني جون رونيس دو لور ساندر كي لو سفينكس يروني دو سي ساندر مراد والله غير شوف كيما قال الشيخ تاعنا سليم اساسي المعروف بالساسي الساسي حسب مراد حسب الله انا نشاطر الراي لانه اوليو تكون جياسكا لوكوموتيف تاع الفوتبول الجزائري عندها كل المقومات باش تكون هي اللوكوموتيف تاع لي كلوب الجزائري ولات اشاكاني كل هاد الخمس سنين هادو ولا ست سنين يلعبوا توجور على هبطه هذه ماشي المكانه تاع شباب القبائل الوغ انا كي يقول لهم محمد يقول لهم يعطيكم الصحه نقول لهم ما يعطيكمش الصحه ما كاش يعطيكم الصحه باسكو تخلوا جياسكا توصل للتمرميده كيما باش تولي انت ترياجي ابري وين وقع الفاس على الراس تري بيان ما ننساوش يا جماعه تاجنانت تاجنانت محمد تاجنانت ثاني درك مقابلتين راهم رغم انه هو الفريق الذي استهلك العدد الاكبر من المدربين مراد المدربين فوبا اوبلي داكور السانكيام تكنيسيان من اللي بدات لا سيزون السواردا ما عندهمش السواردا كبار ثاني ما عندهمش يعني الريش ميزانيه كبيره يعني محترم البارح هو سلك راسو وبالعباس حصلها ما تنساش دوك اتحاد بالعباس بالعباس راهو يجوز في مرحله مرحله لو كان تزيد الدوم هكذا راح يلحق اللي اللي راه الناس يقولوا حسب الاصداء اللي تاع بالعباس يقول لك ليكيب راهي التفكير تاعها كلش في الكوب دالجيري راهم يخموا غير في لاكوب دالجيري سي فري لا لا على بالك لي جوار لي جوار ماذا بهم يلعبوا كوب دالجيري يفون جوي بالعباس ومع الزاويه يعني يخموا على الفينال على بالكم هم دايرين في راسهم سي بون وصلوا دار حتى واحد العام الموك لعبوا يحوسوا يلعبوا لا فينال حتى نطحوا لي جون اوبلي مراد فيفر هذيك لوفوري تاع لا كاليفيكاسيون ايفونتويل باسكو ماش ني جامي غاني دافونس تلعب انت وتقول نلعب مع الزاويه ما تحقرش خاطركش ما تعرفش كم من صغير صار كبير بلعبه لاعب يعني على محمد انا شارك تاعهم يقولوا نروحوا للنهضه واش راهم يقولوا هذه مقابله كانت فيها هو اللي ينجم يفسر لك مقابله تاع النهد مع الحراش ايه واش هم يقولوا جاب لي ربي مقابله كانت ايكيتابل سادير ما تنساش مراد واحد يلعب لا لا يا مراد ما تنساش باللي كاين مشكل واحد اخر على بالك اللي يلعب ورقه سقوط ثاني صعيب عليه سادير سادير ما هي سهله يا مراد سادير يدوفيان ان ادفيرسير تري دور سادير ميم على الاكستيريور ولا حاجه يبقى فريق مو سهل انك باش تربحوا ديلي فينو يلعب في الفاوت في الحومه مي بولوي في الحومه انتوما تستقبلوا بها الحاجه فرانشيز قلقوكم سمعتوا قالوا باللي راهي مرتبه بيان سور ما كاش يعني التواصل الاجتماعي هذاك ما خلناش يعني ما ولكن الحقيقه احنا كاداره ما عندناش يعني قلت لهم وحلفنا لهم وقلنا لهم باللي المقابله راح تجري في روح رياضيه وبنزاهه كبيره دروك شافوا في المقابله لو ماتش ديجا اول الماتش تاع البارح تلعب دون زين اورير وين كانت الحراره بزاف اول مره في السنه وين ليكيب لعبوا 27 دوغري ولا 28 دوغري هذا ثاني شفنا لعبوا اون ميطون لا جرافيتي دي سوار غير جينا دوزيام ميطون حتى الحراش ما حبش تلعب حتى الحراش سي كونطوني اللور
وقعدوا غير لي بالايرين وكان الريح والسخانه. اي واحد يلعب صادوني اللي قابله باكي واللي عنده لا بروفون. حد عنده دروا دو ريزيرف. انا نروح نخرج لك. الماتش تاع البارح ماشي مخدوم. ماشي مخدوم. ماشي مخدوم باسكو خرجت الهضره باللي النهدي يمدوا الماتش للحراش والناس داولت عليها وكذا. الماتش ماشي مخدوم بدليل التصريحات اللي جراو بعد المقابله. شفنا بن عمر وشفنا باشوش وشفنا ايضا عباس. هضر واحد لي ديكلاراسيون والله غير بقيت انا متعجب كيما عباس ولا باشوش. يقول لك باللي احنا الماتش هذا دينا ان بوان بعرقنا وعاودوها 3 فوا 4 فوا. رومارك تشوف الناس على بالهم ما من بعد البلاد على بال دي ديكلاراسيون غير بعرقنا بعرقنا بعرقنا. ما معنى درنا ديكلاراسيون قلنا داو ان بوان تاعهم تاعهم. ما احنا في لي ديكلاراسيون يعني تشوف قال لك ايزون بري لور بوان. اسمح لي الحاج وصلنا لواحد الظاهره مراد اللي دوك ولات شاك كلوب يلعب دوميسيل لازم سيرتو اذا كان يلعب على الهبطه يوبليجيك باش تحط لي بوان وتروح. هذه الحسينو لا احنا كي تصيروا في اطار منظم. لا لا ماشي منظم مادام يقول لك تحط لي بوان تروح تعدي وما تخرقش القانون وكذا نظن معليش. مراد شوف من غير بليده سامحني تفضل من غير بليده اللي رايد خلاص بانت بس لعبت بنزاهه وراي تلعب بنزاهه صدر هذه الاشياء لازم يعترفوا. يعني انا نقول هذه المفاجاه تاع اليوم. انا المفاجاه اللي جاتني لان البسكرات عادلت مع بليده. سبحان الله سي لا سيربريز دو لا جورني. شفنا لي سيكونس لان احنا تكنيكمون راه طاحت 7 بلو بسكرات شغل بليده. يعني احنا نعرفوا بلي الجزيري دائما حنين ويتعاطف مع لادفيرسير. يسمح لي برك محمد الاداره تاع البليده صح كما كان يقول محمد ما عندهمش تجربه لانه شوف نرجعوا الحق لمولاه سبع كي كان سبع دارين بتيت ايكيب من ولاد ليكيب دي جان هذين معاك انا وقال لهم بلي هيا نكملوا بهذو لي جان باش يقدروا كانوا قادرين باسكو بهذوك لي جان كوم البريزيدون جديد ما عندوش تجربه في الميركاتو جاب دي جوار ما خلص لي جوار اللي كانوا تما تبرتوربات الكلاب تبرتوربا وها وين وصل دروكا وين هبط الناسيونال. شكرا بارك الله فيك رضا. على كل حال نبقى دائما مع رياضه كره القدم. حصتكم حصه بعد التسعين الركن دائما 1 2 3 فوت ولكن بالنسبه للرابطه الثانيه. الرابطه الثانيه على كل حال لازم سليم ما خبرتناش اولا على التحكيم ولكن قبل ما نتكلموا على التحكيم الرابطه الثانيه كانت واضحه بالنسبه للقاء الديربي. انا اعطيته حقه يعني شبيبة بجايه الموب تاع بجايه انا اعطيته حقه يعني فزت على في لالي الموب لا لا العام اللي فات ولا 2-0 شكون نفس النتيجه في لالي عندها مد لا في لالي الموب غاني ايغالمون 2-0 2-0 دونك اليوم هاي الريماك ولكن يبقى كما قال حلو ديك النهار الدام راه قاعده تلعب غير تريبيا او قالها الدام ديك النهار 1-2-3 غير تبدل الدم جايه وشبيبه جايه. سليم بصفه عامه انا نظن الماتش المقابله هذه المره يعني تاع بين الموب وانفان جي اس ام بي موب بور ريستيتوي الهيستوريك يعني مقابله جرت في جو رائع على مراد وعجبتني باسكو سيت رونكونتر فولي ولا شيبي لا فيديت سيرتان ماتش دو لا ليغ اون صح فوالا انا نظن مقابله خطفت الاضواء لانه دابور بجايه وجايه بها في هذه المره مراد سيتان فيراريسيم قليل يسرى لي دو كلوب دو لا فيل اوكيبي كونجوينتمون لا بروميير بلاس كانوا في زوج ليدر كوليدر مي باقيين يطمحوا بالصعود بيان سور بيان سور ولكن الروح الرياضيه والاعتراف خاطركش اي جودي ومنير زغدود كل واحد عنده طريقته ولكن دون لا دينيتي منير زغدود خسر الماتش بصح اللي ريستي ديني يعني ما تقلبوش الخساره نتاعهم على الحكم والله على فريق والله ونظن باللي لا جورني سر ابار لو ماتش كاب وي تفضل نشوفوا التقرير هذا ياسف بعد ما دبينا تعطينا كل ما هو خاص بالتحكيم اذا نشوف التقرير. الجولة 25 من الرابطة المحترفة الثانية نصبت مولودية بجاية رائدا للترتيب وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقي جمعية عين مليلة. أشبال المدرب عز الدين أيت جودي خطوا خطوة عملاقة نحو الصعود بعد الفوز الذي حققه أمام جار شبيبة بجاية بثنائية نظيفة. أما الوصيف جمعية عين مليلة فحافظ على حظوظه كاملة في الالتحاق بقسم الأضواء بعد فوزه في عقر الديار أمام جمعية وهران وبهدفين لهدف، فيما تقهقر شبيبة بجاية عقب هزيمتها أمام الموب إلى المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه المباشر جمعية شلف
المنتشي بفوزه في عقر الديار أمام مولودية سعيدة. وبالنسبة لمؤخرة الترتيب، تمكن مولودية العلمة من العودة بنقطة ثمينة من عين الفكرون، لكن لم تكن كافية للبابية لمغادرة منطقة الخطر. أما وداد تلمسان فحقق استفاقة نوعية بعدما أمطر شباك ضيف أهل البرج بخمسة أهداف لهدف، مكنته من احتلال المركز العاشر مناصفة مع أمل بوسعاد المتعادل خارج القواعد أمام سريع غليزان. إذن هي جولة كانت في صالح مولودية بجاية الذي احتل صدارة الترتيب وعجلت هوية النازل الثالث لحظيرة القسم الثاني للهواة، بعدما حقق شباب باتنا فوزا ثمينا أمام شبيبة سكينة. هذا عن الرابطة الثانية، نروح مباشرة للتحكيم. وي إيه؟ قلت لك يعني نهضر لك ندير لك لو كوميون تاع بين لا اون اي لا دو. بيان سير. الور لي ماتش اللي تلعبوا، الور واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، زوج مقابلات ما لعبوش بارتباط بصفة عامة. يعني أنا قلناها لا دنيير فوا من الوقفة والحمد لله طوميو طوميو، يا با يو دو ديبوردمون يا با يو دو غراف، ما يرجعوهمش هما هما اللي قلت لك الحكام، وخاصة اللي دار مقابلة تاع جياسكا ولونتونت. يعني رغم أنه أنا قلت لك الوفاق يعني بالمسؤولين تاوعو واللاعبين القدام استعرفوا، قال لك باللي استقبلونا مليح وخسرنا بالو وما لعبناش مليح، باه تعرف تاع البالو. شحال تعجبوا تاع البالو هذه؟ يحوس على بحر البالون. البالون. المهم لا ليغ دو ميزا بار ماتش يعني اللي صرا فيه دي كرابيش قبل المقابلة الكاب جي اس ام اس، نظن يعني بار مومون الله غالب جل من لا يسهى ولا ينام صعد. دونك صرات اون ايرور اون موفيز ابريسياسيون، تقدير سيء للقطه واثرت في نتيجه المباراه. ايه على كل حال لا يفول دير. الحاجه اللي لازم نذكرها هي لايسو شلف اللي راهو يقترب اللي يقترب اليوم اللي عنده 43 راه في كاتريام بلاص. حاجه واحده اخرى محمد، وهذه بدون شك راح تمشي معايا في الراي، في الطرح في الطرح التلمسان مع البرج، البرج اللي كان تطمح هوب دان سالكو شوف يخرجوا بنتيجه 5-1. سي مولوديا بارادو وتلمسه شغل اللي ما تكونش تنتظر فيها. البرج راهم مشاكل داخليه كبيره، وهذوك المشاكل الداخليه الكبيره خلات لونترينور اليمين بوغرارا يقدم الاستقاله تاعو ويقول باللي لا رجعه فيها. علاش قدم الاستقاله تاعو؟ لانه هو جابوا مرزوقي، مرزوقي ديميسيون كي ديميسيونا ولات تخلاط داخل الكلاب. أيوة باسكو نساو هذوك ولات امور شخصيه اكثر منها امور تهم النادي. هذيك الاشياء هذوك اثرت على الكلاب. صحيح. بدليل راحوا لعبوا في تلمسان قبل ما يبدا المقابله انصار البرج قال لك سبوا لي جوار تاعهم ما خلاو لهمش لي جوار تاعهم، راحوا تلمسان هذوك شويه اللي راحوا قاموا بشتم اللاعبين تاعهم وهو ما خلاهم يخرجوا شويه عن على المقابله. هذا ما يخليناش نقولوا باللي تلمسان سرقوا الفوز، بالعكس خماسيه. رضا نزيد نعطيكم حاجه في التاريخ، خماسيه تاع البرج في تلمسان صرات عندها سنين، يعني عندها واحد اربع سنوات ولا خمسه. البرج جا دار نتيجه ايجابيه في الصيف الى توني لا درجه اوت لونتونت، راحوا لتلمسان نزلوا سبعه. يعني نشفع عليها كيما اليوم نهار كان مروان كيال في البيت. باش نقول لك يعني في تلمسان السفاريه لم تحضر كما ينبغي. دوكا شوف راهي شبيبة بجاية مدينة بجاية عين مليلة، امل عين مليلة زيد لها اولمبي شلف. شكون اللي ابتعدوا دركا؟ ابتعدوا شبيبة سكيدا. ما نساوش نهضروا عليها مراد، صاروا امور خطيره قبل المقابله وين صرا بسكيلي دار ديكلاراسيون دار مع واحد تسمى امور لا تشرف الكره، لانه وصلنا المضرب كما قلت لك قبيلات حط لي 3 بوان وروح اللي يلعب في بلاده حط لي 3 بوان. نزيدوا حاجه واحده اخرى باش نختموا هذه مراد، حنا الشعب الجزائري اي كومبري انا ما نعرفوش كيفاش نفرحوا ما نعرفوش كيفاش نبكوا. بار اكزومبل ما نساوش بلي الاحداث خطيره تاع اتحاد بتبسة مع اتحاد عنابه صارت كارثه كبيره كارثه كبيره فهمت، كارثه كبيره صارت تخريب سواء املاك الغير خريبات وكذا. هذه لازم من هذا المنبر هذا من هذا المنبر لانه اتحاد عنابه عندهم اون ايكيب لي الميريت باش تطلع. دونك خلي ما تنطاشيهاش امور سلبيه
ماذا بينا نشوف الفوتبول ايه باش ما تشوفهاش امور واحده اخرى. شكرا رضا بارك الله فيك. اذا حنا رانا الشيء اللي لاحظناه هو اللي يستقبل لازم يفوز، ولكن حنا نتمنى كيما يحب يستقبل يفوز كيما راك تقول، ولكن لازم يحترم المنافس، لازم يكون اطار محترم. اذا كان ما احترموش كاين الحاكم وكاين محافظ كاين الردع وسائل الردع كاين القانون الى اخره الى اخره. هذا هو الشيء اللي نتمناه. نمر لركن اخر وهو الوقت بدل ضايع. التقرير اذا قبل ما نشوفه خاص بالانهاء مهام وزير الشباب والرياضه، ما مصير الجمعيه العامه تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم مستقبلا في وقتاش 23 افريل. ما نقولش مصير الجمعيه، ولكن كيفاش راح يكون يعني فيما يخص يعني المستقبل القريب بالنسبه للاتحاديه، وبالنسبه كذلك خاصه للاتحادات الاتحاديات الرياضيه اللي تابعه للجنه الاولمبيه. ولكن باش يعني ندخل في لب الموضوع نشوف هذا التقرير اللي راح تقدمه لنا ياسمين زرقي، وخاص بإنهاء مهام وزير الشباب والرياضة السابق. قبل أيام معدودات عن موعد الجمعية العامة العادية للفاف، بدأت الشكوك تحوم حول هذا الموعد وحول مصير رئيس الاتحادية خير الدين زطشي، خاصة في حال رفض أعضاء الجمعية المصدقة على التقريرين المالي والأدبي. كل الأمور كانت توحي في البداية بغياب التكتلات والعواصف الهوجاء، لكن بعد إنهاء مهام وزير الشباب والرياضة السابق الهادي ولدعلي الذي كان يشكل سنداً ودعماً مستمراً ولا متناهياً لاتحادية كرة القدم عامة ولشخص زطشي على وجه الخصوص، بدأت التيارات الباردة تمر حول مبنى ديل إبراهيم. الأسئلة التي بدأت تطرح نفسها في الوهلة الأخيرة تكمن في سر تأجيل الجمعية العامة العادية لغاية تاريخ 23 أفريل الجاري، ولماذا لم يتم إجراؤها مطلع السنة؟ تقدر تعقد الجمعية العامة تحت 30 جوان، يعني عندها الوقت، ولكن بما أن الأمر يتعلق بحصيلة مالية وأدبية تاع سنة 2017، هو 2017 ليكزارسيس 2017 يعني انتهى في 31 ديسمبر. انا نظن الاتحاديه يعني اللي تكون عندها محاسب قوي وعندها محافظ حسابات وعندها هذيك، انا ما نشوفش علاش السبب حتى تخليها 4 شهور من بعد نهايه ليكزارسيس 2017 باش تروح انتيا باش دير جمعيه عامه. هي الجمعية العامة من المفروض تكون يعني تكثر تكون في نهاية جانفي. المشكل لا يكمن في أشغال الجمعية العامة في حد ذاتها، بل في الصعوبات التي قد تعكر صفو الأجواء وتحدث زوابع رملية من طرف البعض من رؤساء الأندية الذين قد يحتجون وبقوة على بعض الحيثيات، خاصة رؤساء الأندية النازلة لحظيرة رابطة الثانية المحترفة أو أولئك الذين رهنوا حظوظهم في تحقيق الصعود إلى الرابطة الأولى. جمعية ونح يكونوا ناس عندهم الحرية في التعبير، وجات في زمان، أنا نقول لك جات في زمان صعب جدا، لأنه لما نشوفها 23 أفريل يعني نهاية البطولة في الدرجة الأولى والدرجة الثانية، يعني كاين الناس اللي يكونوا ما عندهم حتى ينورون با دو روتوني، باسكو أنا نقول منا على ثلاث مقابلات ولا أربعة السقوط يكون ظهر يبدا يبان. معناتها كانوا بكري، نقول لك كانوا بكري يديروا حسابات تاع لا دات تاع لا بيريود، ما يديروش دائما الجمعيات عامة تكون في فيفريي باش يعني واحد ما يخرج على الاطار التنظيمي. اذا وبعد مرور اكثر من سنه عن تعيين خير الدين زطشي رئيسا للاتحاد الجزائري لكره القدم، سيكون هذا المسؤول في مأزق حقيقي خلال أشغال الجمعية العامة، فهل سيكسب الرهان ويستمر على رأس الهيئة الكروية أم أن هناك مفاجآت غير سارة تنتظر رئيس السابق لنادي بارادو؟ سؤال سننتظر جوابه يوم 23 أفريل. إذن كان هذا التقرير لقناة البلاد تي في مع ياسمين زرقي اللي من بعد راح تكون معنا على كل حال في بالونات. واش رضا هاك شفت التقرير والوزير هاو مشى، تكلمنا على يعني المرحلة اللي فوتها لمدة تقريبا 3 سنوات، كانت بعض نقول بعض الإيجابيات ولكن كثير كذلك من الأمور اللي ما نقولوش أخطاء ولكن اللي ما كانتش مرتبطة بسير القطاع كقطاع،
اللي تابعه للصلاحيات، يعني اكثر ربما كانت مرتبطه بالكره القدم، بالهيئات، بالرابطه الى اخره الى اخره. واش رايك مراد؟ اليوم احنا رانا نستناو هذا 23 افريل. هي. 23 افريل هو موعد الجمعيه العامه العاديه للمكتب الفيدرالي الحالي، وين راح يقيم يقدم خير الدين زطشي والاعضاء المكتب الفيدرالي الحصيله تاعهم بعد اكثر من عام ويامات من توليهم للمنصب هذا. اعتقد انه اليوم انا شفنا انهاء مهام الهادي ولد علي بعد بين قوسين كوارث حدثت في الرياضه الجزائريه. كنت دبلوماسي بصح كي واحد يكون في نفس الخط تقول له هذا دبلوماسي. هذا مباشره الكوارث اللي راه كوارث امور بمسمياتها، لانه كيفاش نقيموا الحصيله؟ نقيموا الحصيله من خلال النتائج اللي حققناها، من خلال استراتيجيه معينه طبقها الوزاره لجميع الاتحاديات وماشي اتحاديات كرة القدم. شفنا بلي الوزير السابق كان يدخل روحه في التعيينات، كان يدخل روحه في كل الاتحاديات بما فيها اتحادية كرة القدم. وزيد صراعات زيد الصراعات اللي صارت بينه وبين كل تقريبا كل الرؤساء، بين كل الرؤساء والاطراف الفاعله في الاتحادات. لا الاخرين ما سمعناش بهم رضا، هما كان صراع كان في جميع الفيدراليات. صح اتحاديات كاع كلها صدر. احنا ما دام مهتمين بكرة القدم سمعنا بها، يعني خدات كما نقولوا كلش والكوميتي اولمبيك ثاني، يعني شفت مسرى حتى ولات شبه فضيحه. يعني احنا بعيد المراد على بعيدا عن المنطق، مات الملك عاش الملك، يعني من كثر لغطه كثر غلطه. كثر على بصح ماشي لا لا اسمح لي سليم. نعم. مات الملك عاش الملك، احنا من بكري وحنا لا لا سبحان الله، يعني قلت لك احنا لما نكون هكذا في هذا المنبر كنا نقولوا نتكلم على الحصيله، نتكلم على الملك ولا حضر الملك. مراد انا في كل مره يعني باش راني نقول محمد، انا حطيتها في مكانها وحطيتها في نصابها. لا وكاين حاجه برك سليم، من المشاهد نقولوا له درك اذا كان حب يشوف يعاود يذكر يشوف مثلا الحصص اللي عملناهم من قبل في نفس السياق ديما. كل مره كنا نتكلموا على سليم. سليم احنا عدو بالله من كلمه، احنا ما راناش كونتر الاشخاص، رانا كونتر البرامج. احنا شفنا باللي الوزير اللي فات ما كانش عنده استراتيجيه باش يطهر قطاع الرياضه، باش يطور قطاع الرياضه. والاغرب من ذلك وهذا اللي جامي صرات في تسليم المهام، شفناه انه كان يمد الحصيله تاعو ويقول لهم انا حصلت على 580 ميداليه. واش من ميداليه حصلتها؟ وين؟ وين؟ واش من العاب؟ واش من العاب؟ حنا اللي نعترفوا بها والجمهور يتبعها، كاين العاب الاولمبيه، كاين المونديال، كاين كذا، ماشي تاع لي بوس هذوك تاع بين قوسين تاع بين قوسين هما راحوا يشاركوا جابوا ميداليات. نقولوا باللي لا عندنا زوج في الكادي تاع التجديف ثاني في التجديف فوالا. نون سولمو هذا برك مراد، صراو حوايج كبار. الهادي ولد علي خلى الوزاره بعد فضائح كبار، لانه هضرتوا عليها في الخبر، هضرنا عليها في الخبر، لانه وقع على قرارات هامة وهامة جدا بعد صدور بيان رئاسة الجمهورية، وين يقول باللي انهاء المهام وإحالته إلى وظيفة أخرى. هذا أمر يبقى خطير، لأنه البارح مراد الوزير الجديد هذا اللي نتمنى له إن شاء الله النجاح، ونتمنى أنه يلتهب بالمنظومة العامة للرياضة ماشي المنظومة الكروية. البارح بدأ المهام تاعه على رأس الوزارة، ومن بين الأولويات هي الألعاب الإفريقية اللي راح تجري للشباب اللي راح تجري في الجزائر. اليوم نولي لك للسؤال تاعك على لاسومبلي جينيرال تاع 23 تاع الاتحادية. علاش يربطوها نقولوا يتصوروا انه تكون فاشلة؟ علاش؟ لأنه كيفاش؟ شو ماشي فاشلة، لأنه من الذي عين زطشي على رأس على رأس الفيدرالية؟ الوزير الهادي ولد علي هو اللي عينه، هو اللي سعى بكل الطرق انه هو يكون، حتى ان وزير الشباب والرياضه كي نقولوا وزير الشباب والرياضه حتى المصالح تاعو اتصلوا باعضاء
المكتب الفيدرالي اللي كان زدت شي مع على بالو شكون هما الاعضاء. أيوة. نزيد لك انا مفاجاه في هذه الجمعيه العامه. هكذا نشتيك المفاجاه هو انه كل الاطراف راح تحضر الى الجمعيه العامه بما فيها الرئيس السابق للاتحاديه الجزائريه لكره القدم محمد روراوه اللي راح يجي. نتمناو انه المجيء تاعو راح يكون في صالح كره القدم ونحبسوا هذا الخلاف. حنا ما راناش نقولوا نديروا انقلاب على زدشي ولا فلان، بصح باش تحبس هذا الخلاف الخلاف هذا اللي اثر على الكره الجزائريه. لانه لو كان نقولوا حصيله تاع زدشي هضرنا على كلش الا على كره القدم في هذا العام. تربيع شكرا رضا. على كل حال كاين حاجه لازم نعترفوا بها، دونك نقولوا للشخص كشخص، وقلناها شحال من مره في البلاطو، الشخص كشخص ولد علي شخص ولدنا ولد العائله الله يبارك فيه مسكين، اللي يجي له الميكرو يحضر مسكين. لا يعني عنده واحد طلاقه مسكين، واحد انسان يلبي الدعوات، يلبي الدعوات شيء ممتاز يعني مسكين. ولكن ارتكب خطا بروتوكولي، هاي انت ما على بالكش به. هو في لاباساسيون، وي في لاباساسيون تسليم المهام، في تسليم المهام لاباساسيون تسليم المهام، دار اون انترفونسيون دارين انترفونسيون طول فيها. على كل حاجه في لاباساسيون ماهيش الحصيله، سي با لو بيلون. لو بيلون قادر مثلا اسبوع من بعد يعيط لرضا كرئيس تحرير في جريده الخبر مثلا ويدير معاه حوار ويقدم الحصيله تاعو. هو قدم الحصيله خذا وقت ولا يقدم هذه المصالح ثانيين. ثانيين خاطب يعني الصحافه بطبيعه ما نقول خاطب الصحافه معناتها خاطب الجمهور والمشاهد، خاطبهم اولا باللغه العربيه ثم باللغه الفرنسيه ثم باللغه الامازيغيه واخيرا باللغه الامازيغيه. ولكن لا بالعكس، هنا كان يخاطب اذا كان الترتيب الحقيقي طبقا للدستور والبروتوكول يعني البروتوكول اللغه العربيه صحيح. ثم الامازيغيه موردر. ثم الفرنسيه هو من المدافعين على اللغه الامازيغيه مراد. صحيح صحيح شو يا مراد زياده الوزير. الوزير جاء في مرحله صعبه وعطاو له نظن كان قام بمهام صعبه جدا، انه حاول يغير جميع الجمعيات الفيدراليات كاع حاول يغيرها، وهذا يسبب له مشاكل ونساو لب الرياضه. الرياضه نساوها وقعدوا غير في الهياكل تقريب سنه وهما لا تيمشيو. نزيدوا حاجه برك مراد، المشكل وين راه؟ شوف كنا حضرنا على الوزير وعطينا له حقه، بصح المشكل ثاني في مصالح الوزاره. شكرا رضا، ما يعطيك صحة، سالي مختمها. والله نقول لك انا يعني عجبتني كلمه قالها معالي الوزير الجديد هذا. على بالك علاش قلت له اختمها؟ باسكو درك المهم يخرج ويعوض واحده. حبيت نقول لك قال كلمه صار له كي محرز لازم يخرج. معليش قال مراد قال المانجمنت قال لازم تكون فكره من بعد تحللها من بعد تدرسها من بعد تلقى لها الطريقه نتاعها لاناليز من بعد لا كونكلوزيون. انا نظن باللي لا دار هذا الشيء وزادوا إعادة نظر في تركيبة الجمعية العامة لكل الاتحاديات باه نحيو الرداءة ونرسقوا الكفاءة، لأنه هرمشت كفاءات بداعي أنه ما همش في الرابطات وما همش في الاتحادات وما همش في الجهوية. لازم تكون هذا مراد. كان حاجة واحدة لقطة داروها في ايام هذه يعني تاع الايام تاع لي زونديكابي، يعني احنا نقولوا تاع ذوي الاحتياجات الخاصه ولكن ذوي القدرات العاليه في بابور مع بلديه عين الكبيره. دار واحد ستيفا يا جماعه بيان سور نو، ولكن مراد شوف اللقطه مراد شوف اللقطه داروا تكافل مراد تكافل، وانا حبيت ندير بها النسخه تكافل نعمل دائما. داروا تكافل ما بكل بدون غطاء اداري وتعدله، وحدهم ناس داروا لقطه وداروا دوره رياضيه وداروا فيها اعانه لواحد شراوا له كرسي متحرك. انا نظن باللي هذه لقطه وجب ان تعمم لانه الناس ما عندهم حتى وصايه تعدله. داروا وحدهم وداروا دوره وشراوا سهم مراد بتجوبهم وشراوا كرسي متحرك المواطن من بابور. شكرا سليم بارك الله فيك. صباح الخير سليم. في الملف هذا تاع الوزاره والاتحاديات ما مصير التنسيقيه اللي راهي ضد براف بعد رحيل الهادي ولد علي؟ لانه العام والخاص يعلم باللي التنسيقيه هذه اللي كانت ضد براف دي مكونه من 6 رؤساء تاع اتحاديات كانوا ينشطوا باعاز من الوزير الشباب والرياضه السابق. هل راح يبقاو في نفس الصراع بينهم وبين براف ولا يعاودوا يولوا البيت الطاع؟ هذا دور الوزير الحطاب اللي نتمنى له ان شاء الله النجاح في المنصب هذا. ان شاء الله سليم. كالعاده احنا نقدموا التعازي تاعنا لعائله بويرمان عبد الرحمن
حارس تاع الرديف تاع اتحاد العاصمه يعني واسره الاتحاد العاصمه والاسره الجزائريه بتاع الوفاه تاع السيد طفيل يعني كان في مرمى في حارس المرمى يعني ما نساوش انا ريد كار وما نساوش وليد ولد عمار عمور ولد عمار عمور الله يرحمه صدر وليده هو اللي توفى الله يرحمه انا لله وانا اليه راجعون مورا ثانيك باش ما ننساش برك عائله عفيان من حجوط مات باباه ومدى حكيم متتبع الحصه هذا الله يرحمه تعزينا العائله تعزينا العائله الله يرحمه الله يرحمه ومسالم انا لله وانا اليه راجعون. اذا نبقى مع حصتكم حصه بعد التسعين ونمر لركن اخر وهو جورنال ماج. جورنال ماج اذا مع سهيله معوش يا مرحبا. الله يسلمك مراد الله يعيشكم مرحبا بكم انتم ايضا ومتتابعي قناه البلاد. اذا كالعاده كل اسبوع نجيب لكم مواضيع مثيره شويه للنقاش دولتها مختلف الصحف الوطنيه وحتى العربيه واذا تحتم نجيبوا حتى لدولتها الصحف الدوليه بطبيعه الحال. لكن انا فضلت نبدا بواحد الموضوع سبق وطرقتوا له طرقنا. نعم طرقت له لكن احنا نتناوله ربما بزاويه اخرى وهو تنصيب محمد حطاب خلفا للوزير ولد علي السابق بطبيعه الحال كما راكم تشاهدوا على الصور. اذا وين قام ولد علي بعرض الحصيله ديالو منذ توليه منصب وزاره الشباب والرياضه بطبيعه الحال وهذا لم يسبق من قبل اقول ان اي وزير انتهت مهمته وعرض الحصيله ديالو كما راكم تشاهدوا بطبيعه الحال. العدد تاع الميداليات كان اكيد اكيد نعم عرض الحصيله حتى تطرق حتى لذوي الاحتياجات الخاصه. وحنا نعم. نعرفوا ذوي الاحتياجات الخاصه في كل مره يجيبوا يسجلوا نتائج ويجيبوا ميداليات نتائج ايجابيه يعني. وهما شرفوا الرياضه الجزائريه في المحافل الدوليه بطبيعه الحال. لكن كاين فيه صحيفه الخبر تناولت الموضوع نعم في الرياضه ياك في الرياضه تناولت الموضوع بزاويه اخرى بعد انهاء المهام ديالو وكتبت ولد علي يغادر الوزاره بفضائح. واش معناتها واش لا هي شوف كما تقول انت مراد بروتوكوليا ولا دبلوماسيا ولا الاعراف اللي موالفين كل ما يكون انهاء مهام عبر بيان رئاسه الجمهوريه خلاص الانسان ما يقدرش يسيني انت تعرف القانون ما يقدرش يسيني. شفنا باللي اليوم الاربعاء العشيه حسب مصادر عليمه من وزاره الشباب والرياضه تم الامضاء على العديد من القرارات من بينها نعطيك قرار من بين القرارات هذه تاع تعيين مدير لوكو تاع المركب الاولمبي تاع لاناج ثاني تاع لاناج وانهاء مهام العديد من الاطارات اللي في الوزاره وهذا اعتبر انه ما يحقش حتى تعيين رضا نعم سي ديسيزيون كادوك ما يقدروش يكونوا سرير المفعول لانه من غير المعقول انه تسمى بعد صدور بيان رئاسه الجمهوريه تمضى على عقود وعلى قرارات نقدر نقول بلي حاسمه وحساسه لانه هذه ربما فضيحه في تبقى للتاريخ لانه من غير المعقول نعاود نقول باللي الانسان هذا كان عنده متسع من الوقت من 23 جويلية 2015 حتى احتلوا البارح كان قادر انه يمضي القرارات من قبل لكن بعد صدور القرار تاع انهاء المهام هو راح للوزاره وامضى على رضا حسب اسمح لي في نفس سياقنا نعم هو المشكل ما راحش يوقع لان الوزير الجديد رجل اداري يعني كان والي وكان والي وكان يعني هاد القوانين ما راحش يتجاوزها يعني ما يجيبش يجي يتكلم على يعني يقبل هذوك القرارات ما دام مضاهم بعد ما كان يعني المهم تبقى الامور مراد موضوع فقط حسب يعني بعض المصادر ربما تحدثنا في الكواليس انه الوزير دخل قعد في الهيئه تاعو حتى وقت متاخر ربما هكذا نعم قرينا في الخبر نعم وقت متاخر 12 تاع الليل هل يعني مخول له يقعد حتى هذاك الوقت وهو تنحى على راس الوزاره بما صدر القرار يعني هذا هو السؤال المطروح. سهيله اعطيني غير واحد دو سيكون ولا 3 سيكون نسمع نعم تفضل مراد دو 3 خلاص 3 سيكون واش تسمع السلام عليكم كيف حالك؟
الوزير ولد علي خذا حمار ليه في العرض يروح لدارو راح الوزاره جاب له روحيه باش يروح لدارو الوزاره. وزيد حاجه واحده اخرى انا الحاجه اللي خدمت لي راسي شويه انا حبيت كون الوزير زادوا له او موان سومان برولونجاسيون غير سومان. علاش؟ نقول لك علاش. باسكو على بالك الحارس نتاعنا شاوشي شاوشي كنا حبينا نسناو هذيك التعليقات نتاع الوزير كيف حبك ويعلق عليه بس كي يسمى هو يعلق على شاوشي يعلق على اللاعبين يعلق على رؤساء الاتحاد يعلق على كل واحد حتى الفريت كاسكورت فريت يعلق عليه هكذا احنا رانا ماناش ضده ولا وانما نهضروا في احنا مع الدوله خويا سورتو سي مورا والله والله احنا ما ننتقدوش كشخص ولا غنحكي لكم هذه واحد الوقت كنت في تغطيه اعلاميه وربما احد المصورين كانوا هنا معايا زكريا كنا في تغطيه في على ملعب 5 جويليه المركب الاولمبي خرج في وقت متاخر إبا واش قال لي الوزير؟ قال لي انت والمصور تاعك اذا ما حيجوكم اون غوتار ولا نوصلكم حتى المقر ديالكم بكل تواضع. اسف عليك بكل تواضع. هذه يعلق عليه كيفاش هذه؟ لا لا اسمح لي برك اسمح لي محمد برك في نفس السياق لا لا الانسان ما لازمش السيد هذا يحضر كي تمد له الدعوه حتى ولا كانت اسوسياسيون نعرف انا اون اسوسياسيون تاع ما عندهاش بزاف تاع ابطال المحمديه داروا التكريم للرياضيين تاعهم جا حضر يمشي يمشي وتصور مع الناس كاع هذا انا امور ميزه خاصين فيه ميزات وفيه سلبيات احنا ما نتحدوش على كيما كانت تقول الاخت ماشي على الاشخاص نهضروا على السياسه تاعو والبرامج دار في السياسه والمنظومه الرياضيه في الجزائر ربيع. نعم برك اضافه انه الوزير ولد علي على ما اظن انه ربما الوزير الوحيد اللي بعد ما جاء مرتهمي يعني يتنقل بزاف الميادين ويتفقد المشاريع يعني لا يتنقل بزاف الميادين شيء ممتاز على كل كيما قال لك يروح جمعيه كذا ولكن المشاريع نعم لانه المشاريع راهم مازالها تقريبا يعني كما ناخذوا الملاعب مثلا يدير زيارات ودويره تكلمنا عليها كثير على كل حال ولكن احنا نتمنوا له الخير لانه عرفنا فيه الخير كشخص نعم. لازم نقولوها نعم. احنا عرفنا فيه الخير كشخص بما ان تحدثنا على السلبيات نتحدثوا على الايجابيات كإطار ويبقى كاطار دوله ممكن يعني بعد اسبوع نشوفه في جهه اخرى ماهوش مشكله تفضل شخص انا تعرفته وكان عندي لقاءات معه هو كان شخص ولا الي تري زومان هذه حاجه نهضروها ولكن حاجة تعمل وحاجة أخرى هذه سياسة تاع الدولة على كل شوف والله اسمح لي مراد بالك ندخل حاجة صغيرة برك ريسامون قلت لك كاين جيبيلي تاع عبد القادر مزياني مزياني أو جاي لو 28 لاسوسياسيون 28 أفريل لاسوسياسيون تاع هذه أبطال المحمدية هي اللي تنظم هذا الجيبيلي راحوا ليه قال لهم انا نستكلف بهذو كل المدعوين مدعوين هما لي زونسيان جوار دوكا راح لهادي ولد علي ان شاء الله نتمناو انه حطاب يعني هذه تاخذها في برنامج تاع النشاط بارك الله موجوده في الوزاره الوزير الجديد يعني عنده عادي جدا يعني كان تنقل في الملاعب كي كان في بالعباس يعني جايه رياضي يعني بالدرجه الاولى لا لا يهضروا عليه باللي هو انسان يحب رياضي رياضي وموظف وراجل دوله سي امبورطون سي تري امبورطون ثانيا قضيه فوزي شاوشي حارس مرديه الجزائر خلونا نشوفوا هذا الفيديو نعاودوا نولوا كما شفتوا كان هذا في تصرف شوشي خلال كلاسيك وشبيبة القبائل ومرودية الجزائر تصرف تاعه كما شفتوه نخلي التعليق المحمد خضروني احنا في الحقيقة والله غير في القضية تاع شوشي هو انه شفنا اللعاب قام بلقطة غير رياضية حتى وانه مم لا بوزيسيون تاع تاع الناس اللي كانت مور لي بواتو صدر احنا ممنوع من عن البتان الا احنا نشوفوها غير في الجزائر اللي كاين الناس يقعدوا مور الكارديان تاعنا ولكن شاوشي راه في الفريق الوطني الجزائري لازم هو يمد ليكزومبل حتى وانه قال له كلام اللي ما يتقالش حتى انه شاوشي نتمنى له انه يكبر العقليه تاعو لانه راهو لاعب احترافي وان شاء الله في المستقبل ياخذ هذا الشيء بعين الاعتبار لكن مراد الموضوع المطروح السؤال المطروح انه شوشي رد دار تصريح الموقع الرسمي
التطبيق الرسمي للعميد قال لك انه مش جامع كرات هو ستادي راك فاهمني. لكن السؤال المطروح هل هاد لي ستادي دوك اشاك فوا يخلقوا هما اللي يخلقوا المشاكل يبوسيو المشاكل هادو داخل الاستاد داخل لا ميكورونت؟ كاين قانون واضح من الرابطه الوطنيه كانوا راسلونا به بان لي ستادي ممنوع يكونوا في لا ميكورونت. هي كاينه لي ستادي شو لا بوزيسيون تاع لي ستادي سهيله باش اسمح لي دقيقه مراد حتى لا بوزيسيون معليش شوف حتى الطريقه كيش كان قاعد. شوفي لي ستادي كيفاش يقعد احنا شفناهم في لي ستادي يعني في اوروب مثلا في ستاد دو فرانس كذا يقعد فصل الجمهور ما يشوفش حتى ولو الحارس جا دا البالو يرفدو ويروح ما يشوفوش ما يهدرش معاه. حنا طريقه تاع مكسل مراد كاينه حاجه اخرى لو ديليغي دو ماتش ما دارش خدمته باسكو باش نتفاهموا من الدركا لانه لو ديليغي دو ماتش هو اللي يقول ما كان حتى واحد يكون في لا ميكورون. نقول لك يا مراد صرات حاجه كراف هو اللي شيرش دو بال شاك فوا ليكيب تكون رابحه يولوا قاعدين. هذه ما لازمش تكون ولكن ومن بعد كيما يقولوا جي اس كا عدلوا روحهم من بعد في الماتش نتاع القبله نتاع نتاع الاخر مع سطيف. هذا واش اللي نتمنوا هذا واش عندنا مراد ولا غير ماذا بينا النقاش على بالي ماذا بك كامل لكن الوقت يحاصرنا هذه كنا الموضوع الاول بومبا هذا ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون احسن. شكرا سهيله بارك الله فيك. اذا نمر الى ركن اخر وهو بالونات. بالونات اهلا وسهلا بك. بخير مراد. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله وانت لاباس؟ اذا نبداو بالحوار اللي اجراه الناخب الوطني رباح ماجر في التلفزيون الجزائري ولا حديث يعلو عن هذا الحوار في منصات مواقع التواصل الاجتماعي خاصه عباره الو بورتو وحتى القنوات الاجنبيه ولات تعلق عليها وتناولتها كما نشوفوا دوك نشوفوا في الفيديو. قال ماجر اتصل بي نادي بورتو وطلب مني عدم إرهاق إبراهيمي كثيرا في مقابلة الرياضية ضد أفريقيا الوسطى، لكن في حالة حاجتي إليه أنا أيضا لا أتردد في الاتصال بنادي بورتو. هذا ما سيقوله ماجر. ألو بورتو نحتاج إبراهيمي، أنتم ما عندكمش مباراة، أنا عندي مباراة مهمة أعطوهولي يعطوهولي لأنني عاونتهم. شفتها أنت رضا؟ سمعتها كان رضا ما يتبعش هذه واش يتبع. دونك كما كنا نقولوا باللي احنا الايقونات في الجزائر نهدموهم. انا والله ما نلوم ماجر، نلوم اللي يدير ماجر باسكو ما خدمش ماجر، خدم راهو يكسر في هذاك النجم العالمي تاع ماجر، لانه شفنا باللي المدرب الوطني بعيد كل البعد عن الواقع المعاش. لانه نعطيك مثال على سبيل الذكر وليس الحصر، الو بورتو سي غراف تاع اونترينور ما باكش بلي يكون عندك ماتش بورتو صافي دير دات فيفا ودات فيفا يطلق لك الجواب بلا ما تقول الو بورتو. هذه وحده. اثنين انا شفنا بلي لا بوليميك اللي دخلت بينه وبين طايدير وعلى تاع هذاك الجيلي تاع جي بي اس ولا السيد يقول لهم نو البلي غراف انه قال لك خلونا من هذو لي مونسونج هذو الاكاذيب هذو كذب المدرب تاعو. ولقينا بلي كي تشوف الكلام تاع ماجر وتشوف الكلام تاع طايدير تلقى بلي طايدير مش اللي نعطيو الحق ولا احنا قلناها في ليميسيون اللي فاتت قلنا بلي يلعب ولا ما يلعبش قرار المدرب. مي كي تشوف باللي يقول له انا ما لبست هذاك الجي بي اس لبسته غير 20 مينوت والاخر قال لك لقينا الحاله تاعه البدنيه متدهوره. تسمى هاد لابوليميك ما تخدم الكره الجزائريه ما تخدم المنتخب الجزائري وما تخدم حتى طرف او كونترير تزيد تقلل من قيمه النجم العالمي اللي كنا نشوفوا فيه احنا سوميتي. دوك انا نشوفوا بهذوك الهفوات وهذوك الغلطات هذو اللي راهم يرتكب فيهم الله يجيب الخير. نتمنوا كان ماجر يدير دي ديبلوم يدير يتكون والله صح يا مور سي تري امبورطون هذا فريق وطني جزائري لانه اللاعبين سي لي ميم جوار اللي كانوا عند كوركوف واللي كانوا عند ليكانس واللي كانوا عند كذا سي لي ميم جوار. صدر شفنا باللي المقابله الاولى ضد تنزانيا ما شفنا حتى شيء وحتى المشاكل الماجر راح يدخل في حاجه اخرى ما بين اللاعبين ثاني المشاكل اللي راح يصرى ما بين اللاعبين مع طايدار لو فيستير كيما قال لك مع طايدار مع محرز نو مي البروبليم دركا مشكل كبير هذا هو اللي مع محمد دوك مش نهضروا على الفوتبول دركا دوك كيفاش من تجيب ماجر جيب زوج حوايج برك تيزيفو والو بورتو ومازال رايحين تسمى القادم اصعب
ما عادش نهضروا على الخطه التكتيكيه اللي دارها ماجر وسقم ليكيب نصيحه. سادير ماجر عنده كوميونيكاسيون. هذا المنبر قلناها مراد باللي ما يتحملش المسؤوليه واش راه صاري في المنتخب الجزائري، لان المنتخب الجزائري منذ 2014 بعد المونديال ولينا في منحنى تساقطي. الان ماجر ما راش يتحمل المسؤوليه واش راه يصرى ليكيب ناسيونال. هي رضا وعلاش ما يتحملش المسؤوليه؟ هو كان متواجد في البلاطو هذا وكان يعرف الفريق الوطني بالك احسن من المدربين اللي كانوا. لا هو كان شو مراد البلاطو زي وش عليه؟ انا نهضروا على المعلومات انه الانسان عاش مع الفريق الوطني، ماشي واحد جا جديد اتصلوا به لازم له. ما يتحملش المسؤوليه في الوضعيه تاع المنتخب الجزائري. صحيح انه عنده المعلومات وكان ينتقد المنتخب الجزائري وينتقد كل ما هو مدرب على راس، بصح الوضعيه اللي راهي المنتخب، احنا ما نساوش بلي بعد مونديال 2014 شفنا بلي المنتخب ولا هش، منتخب ضعيف ولا منتخب ماشي هذيك اللي خلانا، باسكو وصلنا للصومي ما حافظناش على ذاك الصومي، ولينا نهبطوا بالعقل بالعقل بالعقل. كان كاين مشاكل يا مراد في لابيريود هذيك، اسمحي لي، في لابيريود هذيك كان ما يحكمهاش مدرب كيما صدر، نجمو نقولوا حتى كيما ماجر، لأنه الفريق الوطني كان فيه مشاكل كبيرة، تغيير الفيدراليات، تغيير عدة مدربين، هذا هو المشكل اللي راهو صاري في الفريق الوطني الجزائري. تفضلي سي مراد، نجم نتدخل إليه. تفضل. حنا راكو تهضروا على ماجر وتهضروا على ماجر بزاف، ماجر صاري له كي سيدي كي شيكو كي هو كي الوزير. ايه؟ الوزير جاب لنا الميداليات. ايه ايه. وماجر ربح لنا البارتيات. ربح لابونزاني، ربح هذه هي رانا غير بالعقل. وبالك يصرى له كيما صرى ما نقول والو. نشوفوا ايضا رده فعل والي الجزائر عبد القادر زوخ بعد ما طرحوا عليه الصحفيين سؤال حول قطعه الارض لمنحه الماجر، وماجر قال بلي انا شريتها بدراهمي، بصح زوخ ما حبش يجاوب، رفض التعليق. عندنا صوره، شوفوا الصوره. فيديو فيديو فيديو. لا دوك مراد دوك نهضروا على قطعه الارض، بقطعة الأرض نقولوا بصحته ماجر كي دا قطعة الأرض، مي كيفاش دا قطعة الأرض؟ وين داها؟ أون زون توريستيك جاية في الصابلات، دوكا لا ماجر داها عن طريق مناقصة أمام العام والخاص بصحته ويستهلها، بصح لا داها ترافيك دانفلونس باسكو هو ماجر دا 3400 متر كاري وين؟ في الصابلات، لا توقع فيها علامة استفهام. هو توجور في تما سي ان سيستيم دانفستيسمون، صادير هي ماهيش ملكيه يعني، رغم انه يشريها ولكن سي اون كونسي ايه سي اون كونسيسيون 99 سنه. نعم. تفضل. وحتى الامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني جمال ولد عباس دوك نشوفوا لا فيديو قال باللي انا من انصار المنتخب الوطني ولكن ما جار عليه ان يحسن التعامل مع الصحفيين. مسؤول على الفريق الوطني وانا من انصار الفريق الوطني منذ قبل من أم درمان، باش نعطي لواحد يعني النصيحات ما يتعلق العلاقة مع الإعلام، باش يصلحها شوية، ولكن أنا نشجعه. وهنا كما كنا نهضروا دوكا يا بروبليم في الكومينيكاسيون. شو شو على بالي باللي رئيس الحزب تاعك السي مراد، بصح يا مراد والله اسمح لي يا مراد مع كل احترامي راح ندخل روحي. روح دخل. ما عند عباك شوف ما دار حتى جمله مفيده من هذا التصريح تاعو. اولا قال لهم انا من انصار المنتخب الوطني منذ ماشي مقبل ملحمه ام درمان، كاين جزائريين ولاو يسيبورتي الجزائر بعد من هذه وحده. اثنين قال لهم انا استدعيت ماجر، اتصلت بماجر واستدعيته. وين؟ تسمى استدعاه للحزب، المقر تاع الحزب. علاش؟ باش يقول له يعطيه نصائح باش كيفيه التعامل مع الصحافه. واش دخل الحزب؟ لا يا سي مراد مع احتراماتنا ليك لازم تكون اون بون كومونيكاسيون، باسكو غدوه من غدوه يروحوا يلعبوا في الخارج يدير مؤتمرات صحفيه، كيفاش راح يقابل الاعلام العالمي ايضا؟ لا نهضر على ماجر. الحزب هو عنده دور سياسي اجتماعي اقتصادي تربوي اخلاقي ديني، المنتخب الجزائري يمثل الجزائر خاصة حزب التحرير الوطني. وبالتالي هذا جزء لا يتجزأ. عطيني اعطاني اخواني تفضل على
للناس. هذا الفريق الوطني وماجر جوز يقول لك وجوه النيره وكذا. لا لا خليني معهم زعما. انت معنا زعما معاكم هاي ذكر. قلت لك هو جزء لا الفريق الوطني وماجر جزء لا يتجزا من 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 يعني من المجتمع من المجتمع من البلد كبلد. وبالتالي من حقه الامين العام ولا من حقه اي مناضل ولا اطار في الحزب باش يعطي له يوجهه على يمجلوا المصلحه نتاع الفريق. وبالتالي نعم. انا نظن باللي هذا التوجيه لاباس. انت عندك رد دبلوماسي وسياسي اكثر منه رياضي. اليوم رانا نشوفوا باللي لو كان يبقى المنتخب الوطني مع مع ماجر مع كل احتراماتي لماجر راح يروح للهاويه. مصح. انت في اخر تصريح تاع ولد عباس يقول لك حنا نساند ونشجع ماجر بطبع. لا هو واش يقصد الحزب الحاكم يحسن الحزب الحاكم. انا نقول انه هنا المسانده مسانده للمنتخب الوطني للكره الجزائريه. قال لك انا ساند ماجر. هذه واحده. ماكاش منتخب وطني. شي اللي قالوا منتخب وطني يا مراد كنا نسالوا فيه. صح مصح. شي اللي قالوا هو يعني قالوا احسن التواصل الاتصال مع الصحفيين وكونترير. هذه كاع قلنا له باللي يا سي ماجر حاول باش يكون عامل اتصال بينك وبين الصحفيين يكون ايجابي اكثر مما هو. حنا نتمنوا يحسن. لا لا علاش في وقت ما قلنا يفوميو يخلي ايغيل. لماذا؟ لانه ممكن مراد ايغيل. ما راناش نهضروا على هذه. رانا نهضروا على الكلمه الاخرى اللي قالها ولد عباس. قال باللي حنا نشجعوا ونساندوا ماجر. مش انت كيفاش يقصد بالمنتخب الوطني لانه كي يشجع ماجر راح يشجع المنتخب الوطني. هذا هو هاي قضيه مفيده. اسمع هذه تقدر تكون مناضله في الحزب العديد. الحزب العديد والله العظيم هاك جات مليحه مع تحيه تاع الجمهور. ايه بيبليك عطونا تحيه حتى ربيع سي مراد. انا نحب نمد صفرة. نعم انا نظن الرضا. انا نظن يعني على حساب معليش انا حساب لا لعت على جال هذه الصفره. معليش الصفره هذه نمدها لسعدان. شكون سعدان؟ رابح سعدان. واش به؟ رابح سعدان باسكو تما تعطي له صفره في الغيبيه قبل الاندرمان. عقوبه في الغيبيه قبل الاندرمان بكاو. دوك واحد بكا واحد داير لومبيونس. انا مانيش فاهم واش صاري. مليح يعني بعد الـ بعد الـ وكيفاش ما فهمناش احنا. والله ما فهمناك فهمت حاجه ما فهمت والو. شفنا سعد راك شكون ولد عباس على بالك راك انت ولد عباس كيف كيف ما كاع حتى جمله مفيده يبكي ومن بعد دار لومبيونس. فهمنا لومبيونس شكون دار لومبيونس. واحد بكا واحد دار لومبيونس. شكون راه يديكم في لومبيونس انتم؟ ماجر 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 خلاص مفهومه صح نفسرها بالشاقوره بس غير بالشاقوره يا صحلات. وهذا رئيس الحزب تاعو غير ما تدورش به. ما تدورش به انا تدي حمراء. لا واش غير عامل. شوف تفضل يا ياسمين مازالت وحده. هذا الفيديو الخاص بالدوليه الجزائريه رياض محرز كان في احد المطاعم في لندن وين قام صديقه بنشر هذا الفيديو. قال بلي شوفوا رياض راه متواضع يعني ويتعشى معنا وقعد مع الجزائريين ماشي كي باسكو كي جا هنا في المباراه الاخيره قال لك حاسب روحه وفي المطار ما حبش يهضر مع الصحفيين ومع الاطفال وهنا باش يبين بلي رياض هو. شوفوا الفيديو. خويا محرز والله ما يتقلش راه معايا في الشوب وين نخدم انا في ليستاد. والله ما يتقلش وانتم تقولوا لي يتقلش. وفيه محرز نسيت لو كان غير جيت بالتيشيرت تاع محرز اللي سنيا لي به او معايا ها في الشوب ورينا دونا كاب ها هو سطاف ها سطاف هنا سطاف هنا ما يتقلش محرز. برافو اذا بور بور محرز وليك انت اللي جبتي لنا هذا. شكرا شكرا ياسمين بارك الله فيك. شكرا نشكرك على الركن تو دابور بالونات. شكرا باش حتى الجمهور يتعرف اكثر وبدقه وعن قرب عن يعني شخصياتنا كل شخصيات سواء كانت رياضيه ولا سياسيه. نعم باش نروحوا للمفيد. وين تديها معك الحزب ولا لا خلاص هي واضحه صاي مناضله واضحه. كيفاش دافع كيفاش كذا هضرت كلمه دافعت خلاص راهي. احنا شوف هذو هما اللي يمثلوا الشباب هما اللي يمثلوا شعبات الايجابيه. شكرا رضا بارك الله فيك على كل حال. نبقى مع حصتكم حصه بعد التسعين مش عارف ولكن بعد الفصل. الأسدوز الموضوع اليوم الإعلام في الجزائر.
الإعلام. وش حالة الإعلام؟ الصعوبات، المشاكل، الإيجابيات، السلبيات، القنوات الأخيرة اللي ظهرت، الصحافة، الإعلاميين، الطلبة من خريجي المعاهد والجامعات، هذا كل يعبر على صورة الإعلام في الجزائر. قبل ما نشوف التقرير نرحب أولا بالدكتور العيد زغلامي، أهلا وسهلا بك. أهلا وشكرا على الاستضافة لك وإلى الضيف ضيوفك وإلى الحضور الكريم. الله يسلمك أخوي دكتور العيد. العيد زغلامي على كل حال أستاذ بجامعة يعني في الإعلام، وكذلك كان إطار ومدير على مستوى الإذاعة وكذلك التلفزيون، وفي المركز كذلك كنت في جهة أخرى، مش عارف كنا في جهة أخرى، كنت في جهة أخرى الجهة هذه كيه هذه وعرة جهة أخرى وعرة يا أخي نظرة إعدام والسبب لها. المهم أنا مشيت ليه كي كان في الجهة الأخرى لقيته كان يعمل هذه عجبتك رضا الضحكة هذه تفكرني 20 سنة اللورة 20 سنة لما كانت الحصة على مستوى التلفزيون العمومي إيه؟ على التماس اللي كنت منشط اللي كنت منشط فيها عندنا حصة على التماس هذيك يعني لا يرجع هذا كنت حضرت معنا العيد حضرت معك وكانت حصة يعني فات فيها ضحك أكثر من الكلام صحيح هذيك أي على بالك على التماس بعد نظن يوم آخر تعاقبت بعد يوم آخر تعاقب في كل مرة كنت تعاقب في التلفزيون ولكن عاود نرجع لأنه ماهوش أنا المتسبب في الآخر حصة على التماس إلا راك تشفى في التلفزيون العمومي الحاجة الحلوة ما هي سهلة كانت مجال من الحرية هذاك الوقت كانت المبادرة نطرقوا المواضيع هكذا حساسة ولكن حصة جوز ومن بعد ولا ثلث حصة سيجوزوا ومن بعد حصة سانسيرة ما تفوتش خلاص ومن بعد حصة الأخرى نقصوا لها شوية ويا رايحة يعني بارتيلمون كانت يعني ولكن ثم استفدت كثير من التجربة راهي مدرسة التلفزيون الجزائري راه مدرسة الحاج الحلو مدرسة بمعنى الكلمة على الأقل من حيث أخلاقيات المهنة هذه يعني توافقني يا رضا هذه جهة أخرى هذه جهة أخرى نفتخر أنه عشنا وعملنا في التلفزيون الجزائري وخاصة في الظروف الصعبة اللي عنده يعني العيد قبل ما نمشي نشوف التقرير أعطينا صورة باختصار عن الإعلام في الجزائر حاليا الإعلام بصفة عامة قانون الإعلام طبيعة الحال راح نتكلم على إسماعيل البصري راح نتكلم على ضوء قانون الإعلام العضوي 2012 والذي رفع الاحتكار على قطاع إسماعيل البصري من طرف الدولة ثم تبعته 2014 وهو قانون ما يسمى بالنشاط السمعي البصري الذي كرس بطبيعة الحال التعددية السمعية البصرية في الجزائر نعم. على ضوء هذه بطبيعة الحال هذا الإطار القانوني تم إحداث نظن 30-40 قناة تلفزيونية ولكن بصفة عامة كلها تنشط بلا احترافية تماما قليل هي اللي عندها احترافية قليل هي اللي عندها لماذا؟ لأنها كلها لم تحترم قواعد دفتر الأعباء اللي تم مؤخرا بطبيعة الحال يعني اتخاذه وإلى حد الآن أنا شخصيا كأستاذ وكملاحظ للساحة السياسية السياسة الإعلامية والسمعية البصرية أتعجب لماذا هذا الطماط إلى حد الآن نعم. كل قنوات معظمها ولو باستثناء خمسة اللي موجودة بطريقة ملتوية لما تسمى بالمكاتب الأجنبية كاتب وفقا ما كاتب لا. وليس بزاف يقول لك باللي تحكمها قوانين الأجنبية لا أجنبية لا داخلية المطلوب الآن كاين سلطة الضبط ليترش يشرف عليها قبل ما نمشيو لسلطة الضبط دكتور إذا كان سمحت نشوف التقرير فهمتني هكذا باش تكون عندنا نظرة أخرى ونعاود نرجع للنقاش تفضل. صعوبات وتحديات بالجملة تواجه أصحاب مهنة المتاعب في بلادنا خاصة بالنسبة للصحفيين المختصين في المجال الرياضي فضعف المنظومة الرياضية في الجزائر أصبح يؤثر بشكل كبير على العمل الصحفي في بعض الأحيان يلقى روحه عدو للجميع بلا ما على بالو الفريق المضيف الفريق المستضاف الحاكم الكوميسار دو ماتش لي سيرفيس دو سيكوريتي لي ستاديي تو مهمة الصحفيين الرياضيين ورغم أن هدفها الأول والأخير هو نقل المعلومة من الفاعلين في الرياضة إلى المتابعين أو العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها الرياضة الجزائرية إلا أنه تحول في الكثير من الأحيان إلى تحدي المستحيل من أجل الوصول إلى المعلومة في ظل تستر الهيئات الرياضية أو النوادي على حد سواء مما يدفع بالإعلامي في الكثير من الأحيان إلى اللجوء للطرق الملتوية من أجل تنوير الرأي العام أو الوصول إلى المعلومة التي أصبح أصحابها يكيلون بمكيالين من أجل إعطائها
l'information déjà حنا باش نجيبو اون انفورماسيون كو سوا في لي كلوب ولا اون سيليكسيون تحصل هكاك تطلب. مهمة رجال مهنة المتاعب تزيد سوءا عند النزول إلى الميدان، فالصحفي يتعرض أحيانا للمضايقات من المسؤولين عن الرياضة أو الجمهور والمتابعين، كما يواجهه آخرون برفض التصريح في أحيان أخرى، ليبقى التعرض للعنف والشتم وارد جدا. كي نروحوا الملعب بالك في بعض الأحيان أنا نشوف أن صحفيين يعتدوا عليهم في الملعب، لماذا؟ لأنه ينسبوك الفريق ولا ينسبوك لأشخاص ولا هذا هو الله غالب هذه المهنة ولات هكذا يعني. إذن الصعوبات والعراقيل التي يواجهها أصحاب مهنة المتاعب في بلادنا هي أمور حالت دون تطور الإعلام الرياضي الذي تبقى أهدافه المرجوة هو خدمة الجمهور الرياضي. قبل ما ندخل في بعد في التفاصيل، ماشي التفاصيل يعني في الإعلام الرياضي اللي ما معليش احنا لا احنا دكتور احنا زيد تفيدنا لأنه المشاهد لازم بحاجة إلى هذا المعلومة. بعد السمع البصري كان فيه سلطة ضبط السمع البصري، كي نقول سلطة ضبط السمع البصري رضا لما نتكلم على كل الإعلام ماهوش غير سياسي ولا كل حتى الرياضي راه داخل في طبيعة الحال. إيه واش معنى السلطة هذه؟ واش سلطة الضبط دورها هي عبارة على بين قوسين الدركي اللي يشرف على كل كبيرة وصغيرة وكل انزلاقات كل مساس بتشويه أو مساس بأخلاقية العمل الرياضي سواء كان الرياضة كما قلت العمل عفوا الإعلام الرياضي أو الاقتصادي أو السياسي الإعلام صفة عامة. ومن بعد نتكلم على الإعلام المتخصص اللي هو الإعلام الرياضي، لكن سلطة الضبط هي تشرف على النشاط السمعي البصري. والرأي دي سلطة الضبط وين لحقت؟ لحقت على رأسها سيد زويبة المهدي وجد منذ الآن أكثر من عامين، ولكن يعني اللي يقولها بكل تحفظ أنها تكاد تكون غائبة تخدم في الظل، ما كانش حاجة من الموسى رغم كل ما وقع فيها كثير من الانزلاقات وكثير من الأمور اللي صح. ما تشوفش بني ما كانش حاجة من الموسى، لماذا؟ لأنه مثلا الوزير المرة اللي فاتت قال بلي خلاص راحين نمدوا نسلموا دفاتر الشروط أو دفتر الشروط لكل مؤسسة، ومن بعد عاود تراجع، وبالتالي هنا الدور نتاع سلطة الضبط وين راه؟ لانه المقانوات ماهيش موجوده من الناحيه القانونيه. صح. المشكل المطروح الان هو قضيه صلاحيات. اي والله صلاحيات بين وزاره الاتصال وسلطة الضبط كان فيها الماده 22، وهذا غير منطقي في دوله تطمح الى بناء ديمقراطيه حقيقيه. غير منطقي ان وزاره الاتصال لها دخل في تسيير سلطه الضبط، هذا الماده 22. هذا من المفروض يتحذف. لماذا؟ لان سلطه الضبط في الدول المتقدمه والمتطوره والتي تطمح الى بناء الديمقراطيه هي سلطه مستقله على التيار السياسي وعلى النفوذ المالي، لا هي لديها فقط اتصال مباشر مع وزاره مع رئاسه الجمهوريه. على شاكله السلطات الاخرى، سلطه الضبط، سلطه السمع البصري، حتى رئيس السلطه يعين من طرف رئيس الجمهوريه طبيعة الحال. هناك 9 اعضاء، فيها 5 من طرف رئيس الجمهوريه، 2 من طرف البرلمان، و2 من مجلس الامه، اقتراح من مجلس الامه. ولكن الذي نراه حاليا هو اولا السلطه موجوده ولكن عمليا لا نرى على ارض الميدان. شكرا رضا. انت ما تشوفش بالليك بعد درك 6 سنوات او 7 سنوات نقدر نقول الحمد لله ولو شي اللي راه يتكلم عليه اطار قانوني ما كانش، هذا هو صح، ما كاين حتى حاجه يعني رسميه، ولكن ما تشوفش يعني ظهور هذه القنوات، وخاصه هنا درك نتكلموا على المجال الرياضي، الاقسام الرياضيه على مستوى القنوات، ما تشوفش باللي اكثر ايجابيه من السلبيه؟ واش رايك؟ شوف صح الاستاذ وصل يهضر باللي كل هذو القنوات ما راهمش يعتمدوا على دفتر شروط معين، ما كان هذيك القانون كلها كاين امور ديفوا يندلها الجابية، لكن اعتقد انها بدايه ايجابيه، لانه اليوم ولينا نشوفوا بالمكشوف على كل الاشياء نتسلط عليها الاضواء. اليوم انا نشوفوا باللي كاين نوعا ما بين قوسين بالمكشوف يعني الحريه تاع الهداف لا نشوف الحريه كاين حريه التعبير، كاين حريه الانتقاد، كاين حريه الادلاء بالراي، وهذا شيء ايجابي فيما يخص التعدديه في الاعلام. لكن خاصة الرياضي لكن كما كان يقول الاستاذ لازم اطر قانونيه، لاننا نشوفوا في لي بلاطو دي فوا يندل الناس اتهامات خطيره، مساس بالشخصيه تاع الانسان، مساس بامور ما عندهاش علاقه، حتى ماشي غير ما نهضروش على الاعلام برك، حتى بالمنطق الاجتماعي. اليوم بعد هذه التجربه لازم على الدوله الجزائريه انها
تأطر الآن دير دفتر شروط لكل القنوات يعتمدوا عليها باش يكون هناك تفتح. هذا التفتح الإعلامي ربيع. على طرق سليمة و محمد أنت مثلا اسمح لي نطرح سؤال أنت مثلا بين العناصر لنوفا جينيراسيون هذه اللي اكتشفتهم القنوات هذه وراك تجوز في لابروف راك أتيتر بيرمانون هنا في قناة البلاد وانا نشوفه فيك كذلك من حين لآخر كضيف كإكسبير ماشي هذا إيجابي بالنسبة لل هذا هو الشيء اللي كنت حابين نقوله لك. أنا نشكر هذه القنوات ديجا حتى وإن ما يش كما قال لك عندها لاغريمون بالعامية ولكن هذه القنوات اللي اليوم عطات فرصة لبعض الناس وبعض اللاعبين حتى وإن نتكلم على القنوات الرياضية اللي عطات فرصة أنهم يجوا يتكلموا كذا ولكن حتى وحنا من كما لازم لنا تكوين لازم تكوين حتى وهذو الناس اللي راهم يديروا في الاشياء هذه لازم هذو الناس اللاعبين اللي يجوا ولا لي كونسلتون اللي يجوا ولا المدربين اللي يجوا لازم يكون عندنا تكوين لانه سي انفليون تعرف حاجه كانك تجي للتلفازه وتتكلم وتقول شي كلام وتحكم مسؤوليه وتقول يسميوهم هذو صناع الراي يعني فيزور دوبينيون اكزاكتلي لي اكسبير ولا لي كونسلتون هذوما وير حاجه برك يعني كانك يعني كخبير لا ماشي كخبير يعني كمسؤول في الرياضه هاد احنا كنا نقولوا دائما كره القدم متعفنه منذ زمان بتواجد هاد القناه الى كنا في ميال نقص لان ولا الاعلام متواجد ويدي التصريحات تاع الناس والناس تتبلغ نقص تعفن تاع كره القدم ما كانش ما راهش كيما اليوم اللي وصلت له عنده 15 سنه نقص والسبب الرئيسي يظهر لي هو تواجد الصحافة في كل مكان والتلفزيونات في كل مكان أن أصبح المسؤول خايف أنه يدير حاجة ويتصور وهذه حادثة يعني كان يتكلم حادثة البارحة وقع شبه شجار ما بين أنصار للبارحة يوم السبت بالضبط بعد نهاية المقابلة جاءوا بعض الأنصار بدأوا يديروا مشاكل لما كانت الصحافة كان واحد كاميرامان يصور على بالك باللي الضجة اللي كانت شغل نقصت الحدة ديالها ب 50% لأن ملي كانوا يسبوا التاو بالكاميرامان ولكن دكتور لا بصفتك أنت دكتور أنا راك ملم بكل هذه المواضيع ولكن كيفاش تشوف أنت يا راك في الجامعة وتشوف طلبة من خريجي الجامعات ونعرفوهم يعني مع بعض كيفاش تشوف أنت يا الصحافة الرياضية الآن كيفاش راك تشوف فيها؟ الصحافة الرياضية نقولها بكل موضوعية هناك أولا طغيان إلى كثير من البرامج الرياضية على مستوى التلفزيون الجزائري عامة سواء قطاع عام وقطاع خاص كثير من الحصص الرياضية ونظن كاين نوع من الإدمان إدمان إلى من نقول طابع سياسي أكثر مما هو بامتياز صح بامتياز وهنا دليل قاطع على أن وخاصة كرة القدم أصبحت جزء من اللعبة السياسية ولا أريد أن أعطي تجارب ولكن دخلنا فيما يسمى بالقوة الناعمة بالإنجليزية soft power بحيث نستعمل هذه الرياضة وخاصة كرة القدم لأنها أكثر شعبية لنمرر رسائل ومررناها في أمور درمان ومررناها في كثير من المناسبات على مستوى الطلاب الوطني على سبيل المثال الآلاف الجزائري المناصر انتقلوا من الجزائر إلى أم درمان هذه حملة سياسية بامتياز لا يمكن أحد ينكرها إذن حتى الآن وهذه وفي كل دول العالم ربما بنسب متفاوتة بين الدول المتقدمة طبيعة الحال هناك الجانب المهني الاحترافي ولكن في دول طريق النمو نستعمل كثيرا كرة القدم لتلبية أهداف سياسية معينة فلهذا هذا جانب ونتأسف أن هناك كثير من البرامج الرياضية تتميز بالرداءة وبسب وبشتم وبغياب الألفاظ الراقية نقولها بكل صدق حتى في اللغة اللي نتكلموها لغة لا أقول لا لغة هجينة ولغة يعني ضعيفة كنت نتمنى يكون فيها أساليب لأن سواء كان أستاذ سواء كان خبير سواء كان
ملاحظ سواء كان مدرب سواء كان لاعب لابد ان يتكلم بلغه ويكون رمز للتربيه وللاخلاق. لكن المشاهد الجزائري الرياضي هذاك على بالك دكتور بحاجه الى واحد اللغه للدرجه المهذبه يعني ما يسمى باللغه الاعلاميه وهي بطبيعه الحال مش بين اللغه العربيه ومش اللغه الشارع او اللغه السوقيه لان اللي يغلب عليه وهذا ليس فقط في على مستوى الاعلام السمعي البصري حتى في الاعلام الرياضي المكتوب هناك يعني كلام يعني لا يسمع خطير الفاظ خطيره هجوم كلام يعني هجين وقح فتنه بطبيعه هذا من المفروض اعاده يعني رجع وضع قوانين صارمه لتفادي لان فيها العنصريه فيها الاقصاء فيها الجهويه فيها الحوميه فيها كل هذه الامراض الاجتماعيه التي يعرفها البلد ونحن في حاجه ماسه السلطات العموميه وتكلمت على كثير على قضيه الوزير وزير الرياضه هو الأكثر والأقل كان يوظف هذه الأمور لأسباب سياسية هذا معروف وهو انتماء السياسي طغى عليه لم يتمكن من أن يبتعد لم يتمكن أن يرقى إلى وتكلم مسألة أن يرقى إلى وزير الدولة الجزائرية بقى ضحية هذه الأحزاب والانتماءات الحزبية الضيقة وكذلك الجانب الشعباوي اللي خلاه لم يتحرر لأن كرة القدم هناك مئات الألعاب وكرة السلة كرة اليد إلى غير ذلك ثم هناك لا نحصر الأمور فقط على الجزائر العاصمة هناك 2,365,000 كيلومتر فمن المفروض هناك يعني أنا أزور بعض يعني المدن الداخلية في وضعية في أوضاع كارثية وواحد ما على باله بهم فمن المفروض تفضل شكرا لا بارك الله فيك يا دكتور الله يعطيك الصحة على المعلومات هذه ولكن نفيدك فيما يخص معلومة نعطيها وتكون اكسكلوزيف على قناتكم قناة البلاد تي في فيما يخص يعني أنت تكلمت وحنا في كل مرة نتكلموا على الجزائر العميقة أول قرار راح يتخذ بالنسبة للتوصيات اللي خرجت يعني من إعادة التنظيم من السيمبوزيوم هو راح تكون اون ديفيزيون ناسيونال أماتور بالنسبة للجنوب راح تكون بالنسبة للجنوب المجموعة أو الإخوة راح يتنقلوا الجنوب الأسبوع الجاي راح يتنقلوا أنا نكون معهم إن شاء الله وبالتالي راح تكون إنديفيزا علاش أنت في رأيك دكتور وأنا باش نرجع لك على الشيء اللي وقع باش يكون الإكليبر كوماب الناس الجنوب من بعد تكون عندهم فرصة باش يعرف هالحلو باش يصعدوا مباشرة للإحتراف يعني الرابطة الثانية وإلا الأولى هذا من بين القرارات في قرارات أخرى على كل حال إذن هذا إعلاميا يا مورد حتى سياسيين كي تلاحظ المدن الداخلية يعني الولات يهتمون كثير بكرة القدم لأن هي كرة القدم وقال لك شوف لا باش يعني نمشي معه بأنها مسألة سياسية حتى للمدينة في حد ذاتها ما نذكرش المدن اللي حضرت الكلام هذا لأن لما تكون عنده فريق يلعب في الدرجة الأولى ويكون محترف التلفزيون الوطني يكون تما ويكونوا صحافه كرة قدم في الدول طريق النمو طريق يعني ما يسمى بالطريق في طريق النمو هي عبارة على افيون الشعوب ستنوبيوم باه يدخلوا به الشعوب في الوقت اللي محتاجين الى الكرات السله والكرات سيتون رياليتي كره القدم في الجزائر اتاسف ان يعني كثير من الكلام حول كره القدم ولا النتائج جد يعني بسيطه وجد قليله جدا اقصاء السبور لو فوتبول سي سبور بكري كيما كنت تقول انت مع 2014 كانت كره القدم ولا المنتخب الجزائري باش نحصروها في المنتخب الجزائري كان يجمع الجزائريين اليوم الان ولا المنتخب الجزائري فرق الجزائريين اليوم رانا في وضعيه انه ربما بين قوسين تخلينا على ذاك المبدا انه نمروا رسائل سياسيه لانه الشعب غاضب على المنتخب الجزائري وغاضب على الطاقم الفني وغاضب على الاتحاديه الجزائريه لكره القدم وحتى لا نبتعد برك مراد على الاعلام الرياضي الاعلام الرياضي شوف لو كونسيتون ها وحده كونسيتون كان كيما بار اكزومبل خسروني يهدر الكوتي تكنيك درك كل الاعلام الرياضي يدخل روحه في كل شيء نسى المهنه نتاعو النبيله اللي هي انها يوجه الراي العام عن طريق اسئله عن طريق استفسارات للمعني بالامر ولينا نشوفوا احنا الاعلاميين ما رناش نديروا هنا لو بروسي تاع لو جورناليزم ولا لو جورناليست ولينا ندخلوا روحنا في امور كثيره
شكرا رضا، بارك الله فيك. اذا كان هذا ركن الازدوس. على كل حال الشيء اللي ربما حبيت نضيفه مهما يكون بدون شك راح توافقني فيه ايجابيات كثيره كذلك مع الفئه. لا بطبيعه الحال هو العمليه الانتقائيه ستتم تدريجيا. بارك الله. انا متفائل، انا لا اقول بان كل شيء اسود، ولكن العمليه الانتقائيه ستتم، فقط نحب ان يكون بطريقه سريعه فقط. شوف دكتور، احنا في مثلا في الرياض احنا رانا سعداء جدا. لماذا؟ لانه كاين هذا الانتقاء ديجا على مستوى لي كونسلتون، لاعبين دوليين بدات تظهر بعض الوجوه هذه. بالنسبه للصحفيين راهم ناجحين كذلك، لي كونسلتون صحفيين اللي كانوا في الصحافه المكتوبه رانا نشوف فيهم الان في القنوات، شيء ممتاز يعني، راهم يعطيو واحد الشيء اضافه كبيره. فقط نوضح، ليس بالضروره الصحفي، عفوا المحلل او المحلل الرياضي يكون صحفي، يعني ليس بالضروره يكون اكسبير، يكون خبير، عليه درايه، عليه خبره، عليه. شكرا دكتور، نشوف نتابع هذه التصريحات ثم ان نعود ونختم هذا الركن. نقول لك كاين مشاكل بالجمله على كل حال، لانه نعرفوا ان ديجا كي نتكلموا على الانفراستركتور، كي نتكلموا على المباريات، الصحفي دوكا يلقى صعوبات كبيره باش يؤدي الدور تاعو. نعرفوا ان الملاعب دوك ماهمش كيما نقولوا ماهمش تابعين المقاييس الدوليه. L'information déjà, on a besoin de une information, que ce soit avec les clubs ou là en sélection, tu as sur quelque chose malheureusement, parce que y a, on parle que les clubs taouana ou là, حتى l'Etihadia, ils sont encore en retard au niveau de la communication. Ils font les صحفيين دين مجهود بزاف كثير على واش لازم يدير باش يجيب معلومه، وهذه المعلومه اللي على باز افا ترونسميز للشعب الجزائري. الصحفي الرياضي انا نسميها مهنه المتاعب، مهنه المتاعب في الصحافه بصفه عامه، ومهنه المتاعب للصحفي الرياضي، لانه كما يقولوا بالقوريه سي ان كومبا دو كومبات، سي ان باركور دو كومباتون. يدخل مثلا يروح يغطي مقابله، في بعض الأحيان يلقى روحه عدو للجميع بلا ما على باله، الفريق المضيف، الفريق المستضاف، الحاكم، الكوميسار دو ماتش، لي سيرفيس دو سيكوريتي، لي ستاديي تو. رياضي هو كل حال ظروف العمل تاع أي صحفي رياضي ظروف صعبة، خاصة في الملاعب وين عندنا المرافق تاعنا ما توفرش على يعني ظروف استقبال جيدة لأداء صحفي عمله بطريقة احترافية. المشاكل ما راهيش من اليوم، راهي قديمة، يعني حنا نشفوا لها، بالك انتم الشباب حنا نشفوا لها. كيما في الميادين كاين مشاكل، مثلا ناخذ مثال اليوم حتى يعني باش ندخلوا ملعب عندنا مشاكل، هذه أولا. ثانيا الكل يعني حتى ولو الصحافة ما رايش بيضة كما يقولوها، ما راناش المشاكل حتى مع كي نروحوا الملعب، بالك في بعض الأحيان أنا نشوفوا أن صحفيين يعتدوا عليهم في الملعب. لماذا؟ لأنه ينسبوك الفريق ولا ينسبوك لأشخاص ولا هذا هو، الله غالب، هذه المهنة ولات هكذايا. كانت هذه إذن تصريحات من بعض الصحفيين، هيش تكون سي نورمال، صح. هو إذا كان شفنا يعني الصحافة راهي تبرز يعني فيه بروز وفيه بعض النقائص، فيه النقائص حنا رانا على بالها يعني على علم، خاصة في منظمة الصحفيين على رأسها يوسف تازير. ولكن على العموم نقدر أنه فيه وجود، فيه حضور بالنسبة للصحافة بالمقارنة مع الاحترافية في رياضة كرة القدم. تفضل انت. احنا واش نقولوا دائما على حسب تصريحاته؟ على حسب التصريحات احنا نقولوا في النصيحة للصحفيين، في بعض الأحيان احنا كمسؤولين على بعض الأحيان في الملعب، الشيء الملاحظ ان الصحفي بعض الاحيان كيما نقولوا احنا لورد ميسيون ديالو كارت بروفيسيونيل يديروا دي زورد ميسيون، لماذا يكون دائما الزياره عليهم في الدخول والخروج وكيحاولوا يجيبوا تصريحات؟ هذا راجع لان كاين بعض الصحفيين راهم يتلاعبوا بهذه المسائل. درك نقول لك علاش دكتور، الحاجه الحلو صح دكتور في كره القدم. نقول لك علاش 4000 ومانيش عارف شحال من بطاقة سلمت في العدد هذا، كاين اللي ما هم صحفيين، كاين البعض ما هم صحفيين وسلمت لهم هذه البطاقة، ولكن هذا موضوع آخر إن شاء الله راح نتطرق باختصار باش نختم. باش نوضح فقط القضية تكمن في أن أي صحفي مطالب بأن يندمج في إطار نقابي. أولا
مجلس أخلاقية المهنة. نعم. هذا لازم يكون موجود صحفيين كلهم سواء رياضيين أو اقتصاديين. نقطة ثانية، احنا ننتظر دائما إلى حد الآن وزير الاتصال باش يقوم بإنشاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة الذي لم يتم إلى حد الآن. فنحن في انتظار هذه الهياكل لتسمح لنوضح من هو صحفي من غير صحفي. وهذا هو بطبيعة الحال، يعني لا يمكن نستبعد اللي عنده هواية أو رغبة، لكن بشرط أن يكون ينطوي تحت الوزارة. مشي الوزارة اللي تحدد أنك أنت صحفي ولا مشي صحفي. لا أنا لا أنا لا أقول زوركان دو بريس. أنا أقول قال باريكزوم حنا الخبر، حنا الخبر نعرف شكون صحفي وشكون ماشي صحفي. طبيعة الحال مش الوزير ولا هذه اللي يديروا هذيك تاع الكارت بروفيسيونال. كارت بروفيسيونال نورمال نورمال. أنا شخصيا تمدلي الاحترافية. شوف صديقي العزيز، أنا شخصيا ضد مبدأ أن الوزارة. لماذا؟ لأننا الآن فيما يسمى بالشبكات الاجتماعية والصحافية، صحف المواطنة، صحف المواطن سي بور فو دير لو سيتوايان إلي بوتر أن جورناليست بور فو كيل ريسبكت، يعني على بشرط أن يحترم قواعد العمل الصحفي. وبالتالي إعطاء بطاقة من طرف الوزارة هو عمل بيروقراطي بامتياز وإداري. شكراً. من المفروض كل من يرغب في ممارسة الصحافة يحترم قواعد العمل الصحفي، وفيها مجلس أخلاقية المهنة اللي تحدد كل الشروط. شكراً. وهذا هو. بارك الله فيك دكتور، على يعطيك الصحة. كاين حاجة برك على بالي نتفقوا عليها أنا وياك. في المرحله اللي مرت كان حميد قرين الوزير، نحيوه بالمناسبه زميلنا، انا كان صحفي ونفكرك برك في النكته اللي قالها. احنا كنا نتكلم على الانترنت وقال سيتيرنات لو احنا وحنا كنا احنا كنا نتكلم على الانترنت ولا الانترنت، هو قال الناس عايشه اسمها سيتيرنات. احنا كنا نسميوه الاخضر قرين. تحيه خالصه ليه هو. المهم هو كان في وقته كان يتحرك كثير كثير يتحرك ذا، ولكن أخطاء كانت بعض الأخطاء على كل حال. اليوم جاء وزير لنحيوه بالمناسبة كذلك اللي راه على مستوى القطاع، ولكن مازال ما شفناش هذه مدة عكس تماما عكس. وبالتالي احنا نتوجه للوزير الحالي ونقول له إن شاء الله لازم الواحد نظن فيها حسابات في أفق 2019 اللي هذيك إن شاء الله. هذا هو الشيء اللي نتمناه. شكرا. إذا كان هذا ركن الأسدوس، ولكن أنتم تعرفوا بعد الأسدوس كاين الناس لازم تحاسب. كيفاش تحاسب؟ ماشي احنا اللي نحاسبوا على كل حال، ولكن الدولة هي تحاسب عن طريق دار الشرع. القضية رقم 53، الصحفي أمين. قريب طلعت تلفتونا طريقة راح نطلع ديرك انا. اسمح لي سيد القاضي، راهي تلفت لي والله الباب وتلفتها. اسمح معليش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان المفروض أنت تقول لي السلام عليكم. أودي أنا والله غير عييت نسقسي باش يوروا لي الطريق. ماهوش من باب على أساس أني أنا قاضي وأنت يعني جيت للمحكمة. على أساس من بين الأخلاق، من بين الاحترام. صح. احترام. أنا ثاني صحفي يا سيدي القاضي. على بالي صحفي. ما على بالك علاش جابوك هنا؟ ما على بالي سيدي القاضي. ما على بالكش. تجي لهنا ما على بالكش. ما ركزوليش أنا في الاستدعاء، قال لك لازم تبريزونتي في دار الشرع وصاي يعني جيت سيدي القاضي. الشيء اللي قمت به القذف تجاه شخصية في الدولة، وزير دولة. وزير دولة؟ أنا عميه. اسمح لي يا سيدي القاضي، راك غلطي فيها برك، مشينا غلطتو برك. أنا عمري ما قذفت واحد وما نقذف حتى واحد. كيفاش ما قذفت حتى واحد؟ جامي، سورتو الشخصية تاع إطارات الدولة. أنا عمري ما أنا راني صحافي قديم ومعروف، وراك عارفني سيدي القاضي. راني نشرت شحال من قضيه وقريتهم وتعرفني انا قديم في الميدان. من 62 وانا على بالنا 62 وانت في الميدان وعندنا الملف نتاعك. والشيء اللي كتبت على الوزير السابق هذا اللي يعني مشى عنده هاد الايام ماهوش قذف. هذا واسمه تقول انه بعد التنحيه نتاعو مشى للمكتب وقام بقد امضى قرارات الى اخره. هل عندك انت ادله باش تقول هذا الشيء؟ هي في الحقيقة سيد القاضي والله العظيم ما الحقيقة أنا مشي نكتبته. أنا باسكو نكتب نعرف نكتب ونعرف. أنا كانت عندي زوجة مريضة أديتها للمستشفى، أتعطلت وباقي راس التحريري عيطني جري راهي القضية باش خرجوها في الجريدة. لحقت المكتب صدتها محطوطة، قريت غير هكذاك نسختها وصايي ماشي أنايا هذاك صاحبي كتبها. وأنا كي كتبت عليه علاش درتها؟ باسكو ستو خلاص ماهوش وزير سابق، ماهوش وزير حاليا، راه سابق. اسم اللي ما يكونش وزير معليش. صايي ربع سوايع طار طيرناه. أعطيناه نورمال. هذه يعني قلت لنا الحقيقة واش هدرنا. وهو راح للوزارة وسينيالي ديبلوم. أنت تعرفه من قبل؟ نعرفه. كان في الثقافة، على إنسان كان في الثقافة خير والله، خير من الرياضة، الرياضة مش تاعه.
ما نجملهاش رياضه. انا كون ياخذوا راه يعطيو له الهيدروليك كاع يعطوا له هذيك المياه المياه والري خير اللي هو مع السواقين يسقي خير. ايه وكيفاش انت الرئيس التحرير هذا ما يراقبش يعني البابي تاعك؟ لا 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 قال ما رئيس التحرير هذا لي صغار جايبينه صغير، انا راني قديم 60 كبير عليه ويحترمني في عرض بابه. انا اي حاجه ندير وكونترير هو يعطيني يقول لي شوف لي شوف لي هذه الفوتو ولا ما فوتوهاش، واش ما رئيس تحرير انا اللي نحرر كلش. انت على بالك انه يعني الصحفي ما يعني ما كانش عقوبه السجن وبالتالي فيه غرامه فقط، ممكن انت راك تستغل هذه الفرصه؟ لا بصح اسمح لي سيد القاضي ياك راني وضحت لك الامور. كي كان وزير ما حكيناش عليه، هدرنا عليه في الخير، وانما كي خرج ساعتين من بعد لازمنا نقولوا لنا واش كاين. بصح هو راه غضبان عليك وعلى القانون يعاقب الناس كي ما تكونش ماهوش اطار في الدوله. صاي دوكا اسمع انت في رايك كاع اللي خرجوا خلاص نكتبوا عليهم؟ اخويا نكتبوا عليهم نكتبوا عليهم اللي غلط يخلص. وراه غضبان عليك واش تقول له انت؟ انا صاحبي واش يغضب عليا؟ ايوا احشي تلاقاو انا وياك العاده ما كان عيلة تلاقاوه ما كان تلاقاه ما كانش ما كانش صح ولا لا خدمت لي لا هو اشتكي بيا ولا غير عيب عيب يشتكي بيا اي بورتون صاحبي معليش خلاص ما لا رحت فاهم معاه. شكرا سيد الرئيس بارك الله فيك تحيه العداله وتحيه الجزائر ان شاء الله. هما راكو تتفقوا وراكو ثاني شبابنا جايين الاعلام ردوا بالكم الور ما ترتكبوش نفس الاخطاء. حنا في الاعلام تقريبا كنا نشكروا ونقولوا بلي كاين اعلاميين كاين صحافه كاين قنوات الله يبارك، ولكن من حين لاخر صح كاين هذه التجاوزات وكل واحد فينا كان يعني تجاوز حدوده نوعا ما، ولكن احنا اللي يهمنا هو دكتور في مثل هذه الحالات القانون ولا طبيعة الحال القانون فوق الجميع حتى الصحفي يخضع الى القانون ولو ان الاستثناء يعني لا يمكن ان يجلس به ما يمشيش للسجن ولكن يعاقب كباقي وبغرامه غرامه ماليه ولعل وعسى تكون درس له لتفادي الغرور وتفادي يعني عدم التاكيد وعدم التاكد من مصدر الخبر لكل ما يدلي به يكون على يقين وعلى دقه وهذا هو الاساس الاحترافيه والمصداقيه والموضوعيه اساسها هي التاكد من مصدر والتعدد المعلومة وتعدد المصادر المعلومة لكي لا ينسج بأخبار زائفة وأخبار يعني غير صحيحة والآن أصبحت على موضة فيك نيوز وهي المعلومات المزورة الآن أصبحت العالم كله احنا ثانيك احنا من مصدر المعلومة تاعنا بين قوسين جاهل المعلومة. نعطيك مثال برك فضل. أنا كصحفي ولا داروا غير كيما رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يصرح يقول لهم باللي البطوله لازم حنا نطلبوا من لا فيفا تساعدنا اننا نبرولونجي ولا دات تاع انتهاء البطوله. رئيس الاتحاديه بعد يومين ولا ثلاث ايام في الموقع الرسمي للاتحاديه الجزائريه لكره القدم يقول لك باللي يكذبوا كل الصحفيين يقول لك ما كاش من هذه سيتون فورماسيون ايروني وهذه باللي حنا راح نطلبوا من لا فيفا ما كاش منها الور كو لو بريزيدون لا فيديراسيون هو اللي دار ديكلاراسيون. انا جاوبك على السؤال نظن هذا الجواب راح تكون يوم 23 افريل اللي هضرتوا عليه ربيع. لان القضيه لان كما تفضلت وانت تعرف القضيه مليح انا تاسفت وتعجبت كيف ان في ظل التعدديه السياسيه التعدديه الانتخابيه التعدديه الاعلاميه يكون واحد برك مترشح في لافاف هذا هو اللي تعجبت منه الى حد الان ربيع. شكرا دكتور بارك الله فيك. هنا راك عطيت لي فانا نعرفك على كل حولك المشاهده وعارف بلك ولكن تعرف شي جميل رياضي الحنين الى 20 سنه مضت 20 سنه مضت لا وعرفك ثاني بلي رياضي دكتور هذا الجهه برك يا نعم الجهه برك لازم تقول لنا الجهه هذيك الاخرى الجهه الاخرى الجهه هي الجميع يقول لنا رانا شو هضرنا على الاعلام والشفافيه انا نعطي لهم نقول لهم انا ممثل منطقة في المنطقة المغرب العربي لمؤسسة أفريقية عيطولها أفريكان ميديا إنيشياتيف. الله يبارك خلعتنا كانت الجهة. أنا عملي السكيورتي ميديتير. وهذه هذه هذه. دولية هذه هذه. مثل الجزائر واش معناتها يحافظ يحافظ على مؤسسة الدولة. هذا هو. أنا عملي الجهة. روح تلقى في لافاك الفوق يدور أستاذ. ولمعلومات مؤخرا الشهر الماضي شاركت في كتاب حول علم الفضائح.
اسكندالوجي هذا من بعد عطيونا بطبيعة الحال وهذا فضيحة كظاهرة اجتماعية يعني لا داعي إلى أن يكون فيها تهور أو نوع من الجانب الدراماتيكي. فضائح موجودة في كل العالم وكل الدول وكل مؤسسات وكل أنظمة تستعملها خدمة لمواصلة وجودها ونفوذها. على ذكر الفضائح والنقائص ما لا خليتني نمر للركن الأخير هذا حمدان يشوف مرة على مرة يحب فهمتني هو نعترف به لأنه يحافظ مرة على مرة على الأركان هذوما. دونك مالغريتو هذا الركن سميناه مالغريتو بلادي يعني مالغري النقائص وكذا بطبيعة الحال بلادنا نحافظوا عليها. احنا هذا النقاش كاع باش نحافظوا على بلادنا وفي اطار تاعنا يعني اللي هو الاختصاص تاعنا الرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه. اذا وليد حمدادو مشكور لانه جاب لنا ان بتي ريبورتاج اللي يدخل في اطار مالغري تو بلادي وهو زموري. انتم تعرف محمد زموري مشهورين بالملاكمه لا بوكس وللاسف درك تشوف هذه الصور والتصريحات تقول يا ولدي وراي الملاكمه وراي الرياضه هذه في زموري. اذا مع ركن مالغري تو بلادي كغيرها من النوادي الرياضية في الجزائر تعاني الجمعية الرياضية للملاكمة ببلدية زموري من عدة مشاكل خاصة المتعلقة منها بالجانب المادي والقاعة الخاصة بالتحضير والنشاط الرياضي في ظل الحالة الكارثية التي تتواجد عليها قاعة الملاكمة بالمنطقة. شوفوا في الصالة كيفاش راهي الوضعية تاعها الوضعية تاع الصالة اللي خرج لي شامبيون دالجيري بلدي حتى النهار تاع اليوم ردت عندنا والو بعثنا للبريه كما لاحظتوها. اهتراء الحلبة وانعدام وسائل التحضير والاسترجاع يزيد من متاعب الرياضيين وحتى المدربين من اجل تحضير ابطال الجزائر. ظروف واحد الجو يعني بعدك ما تشوف راك تشوف الصاله كيفاش خدمه الغبار ما كاش لي شامبيون كاين بصح الامكانيات ما كاش. نطلب من السيد الوالي والوزير الجديد هذا اللي دار يخزر في القاعة هذه اللي خرجت أبطال يعني مثل الجزائر. رياضيو المنطقة ورغم تشريفهم للراية الوطنية في عدة مناسبات إلا أنهم لم يجدوا الأذان الصاغية من المسؤولين عن قطاع الرياضة بولاية بومرداس ليبقى مطلبهم الوحيد هو توفير أدنى الشروط لممارسة الفن النبيل. نونترين هنا ما نقدرش نونترين ونونترين هنا في الغبار تشوف نفس تطيح كنت اونطريني كاينش شت تطيح عليك البرد او كي تدوش ما كاش كي تخرج. حنا نتمنوا يعاونونا شويه ولا شي تدعيم. اذا هي واحده من الحالات الكارثيه التي تعيشها الملاكمه الجزائريه بصفه خاصه والرياضه بصفه عامه في بلادنا ليبقى امل هؤلاء هو ممارسه الرياضه وفقط. مالغريتو بلادي على كل حال نحاول احنا من جهتنا هذا هو الاعلام نعطي ننقل الخبر ننقل الصوره ننقل الواقع بالنسبه لما يدور في الساحه الرياضيه وكما راك تشوف الحاجه الحلوه واش هو الشيء الغريب لاننا احنا كذلك نعيش نفس الحاله تاع القاعه هذه. كاين قاعات بزاف في الجزائر اللي هما خلاص عندهم اكثر من 30 حسين داي كذلك ورغم اننا درنا يعني طلبنا من الدي جي اس والوزاره والبلديه وكذا باش يعاودوا يديروا الا ترميم وهي قاعه في وسط العاصمه ولكن حد نتكلم عن الناس هذو اللي برا خاصه زمورية. لما يكونوا عندهم قاعه مثل هذه وتلقاهم يخرجوا يعني ملاكمين كثيرين ولكن انا حبيت نعلق ولكن حبيت نبلغ حاجه لانني عده مرات نحضر هكذا في دي غالا دو بوكس. الجزائر هنا في الرياضه ما يعطوهم حتى قيمه يعني في الحقيقه سي دي سونتين دو بوكسور اللي يجوزوا دون دي تورنوا وكيما اليوم كاين تورنوا في البيير لا فينال كيما شاك سيمان كاين دي تورنوا ولكن سي فريمون شغل مساكن بدون اهميه في قاعه واحده اخرى يجيبوا الرينغ ديالهم ودون دي كونديسيون لامونتابل. هذا خليتني باش يكون نداء اخر للوزير الحطب اللي احنا كعائله رياضيه نرحبوا به باش يهتم بهذا سورتو لي بوكسور الرياضات خاصه والاتحادات. رضا واش حبيت تقول لي؟ عندي برك ادم عاشور ديك المره درنا ماشي سيب خليني دوكا والدي خليني يرحم والدي زيد نهضر انا تاني كلمه على تحب الخير سابك ثاني لا مش سابي لا مش سابي
هذا وليد وليد صاحبي ادم عاشور نهار ديك النهار كيما جات ديك الطفله اللي تضرب قلت له بالك زعف ودار حاله واش قال لك باش نعتذر له امام الشعب الجزائري وانا ثاني عندي تهنئه نهني الاخ مراد من بوشاوي اللي عنده لو سونتر كانين هذاك وقلت لك عجبني وقلت له باللي بالمناسبه صح. نقدم له التهاني وان شاء الله كاش نهار نزوره ونشوفوا الرياضه ديالو دكتور اتحاد بالخير اتحاد ايه والخير اللي خسروا مع الزاويه اللي خسروا مع الزاويه خسروا لكن نشوه الدور الثمانيه نشوه هذيك رحت مؤخرا لقيت مساكن مازالوا في حاله يرثى لها اولا نشكر الوالي اعطت لهم شويه دراهم ولكن احنا نتمنوا فقط يعاودوا ترميم الملعب ثم بناء قاعه رياضيه متعدده الرياضات وكذلك مسبح لشباب كبير تما هذا اللي نطلبوا منه وشكرا جزيلا ان شاء الله يا رب على كل حال لو كنت تفوت في ثلث قنوات ولا اربعه على بالك بلي هذه بالخير تطلع القسم المحترف يجيب لها حقها ولا لا شكرا دكتور بارك الله فيك نشكركم على الحضور نشكر الشباب اللي حضروا معنا نشكر كذلك المخرج زكي وكذلك ما نساوش محمد الهاشمي المنتج المنفذ بالنسبه لبرنامجكم هذا اللي راه مشى معاكم خلال هذا الموسم الرياضي الى غايه نهايه الموسم ان شاء الله فبهذا ناتي الى نهايه حصتكم شكرا على المتابعه والى اللقاء